بالظبط كده كده باين خالص. انا جايب الصوره هنا. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الأهم اللي بنبدأ بيه قبل ما نتكلم عن موضوع اللقاء يعني هو مسألة هو إحنا ليه هنتجوز؟ تمام؟ هو الإجابة بالنسبة لي يعني إحنا بنتجوز عشان نكمل الرسالة. كل واحد فينا ليه رسالة في حياته عايز يؤديها. فمحدش يتخيل إنه هيتجوز عشان يرتاح. ده رقم واحد. حد بيشتغل في المطبخ وبيرتاح؟ الشغل في المطبخ مريح؟ لا. طب الراجل اللي بيشتغل سواق قطر، سواق عربية، موظف قاعد على كرسي 8 ساعات ولا 6 ساعات ولا طول النهار دكتور داخل عليه ناس وداخلين وطالعين يبقى مرتاح؟ لا. لكن الحاجات دي كلها وسيله انه بيؤدي الرساله المطلوبه منه. احنا من ضمن الرسائل المطلوبه مننا هو اعمار الارض. ان احنا عايزين نخلف ناس يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ فانا النهارده انا بفكر ان انا اتجوز مش ان انا يعني ايه كنت في اشتياق للعاطفه فهوصل لها. يبقى هو ده اللي انا هتجوز عشان. أكنت في حاجة إلى الجنس فأنا في حاجة عشانه، ده خالص. ده جزء من الإيه؟ من الجواز. تمام؟ فإحنا يبقى لازم الأول عندنا انتباه كده إن مسألة الزواج بالنسبة لنا إحنا بنكمل إيه؟ بنكمل الرسالة اللي إحنا فيها. يعني إحنا مش داخلين على الإيه؟ هرتاح بقى. عشان كده لما اقول لكم على موضوع ازاي بنختار الطرف الثاني، يعني مثلا انا النهارده لما اكون قاعد في البيت وادي كل كبيره وصغيره قوم هات كذا، هات ميه، انزل هات عيش، انزل روح ودي اخوك المدرسه، انزل هات اخوك من الدرس، انزل مش عارف ايه، بتمنى اكبر في السن عشان اعمل ايه؟ عشان اتجوز. اتجوز ليه؟ اتجوز ليه؟ عشان اخرج منين؟ من البيت. تمام؟ عشان اخرج من البيت. طيب الحاجة التانية ممكن البنت نفس الحكاية، يعني ممكن البنت نفس الحكاية تبقى عايزة تتجوز عشان أبوها طول النهار بيتخانق مع مين؟ مع أمها. أبوها طول النهار بيتخانق مع أمها وبيقول ألفاظ مش كويسة، أو أبوها راجل مش كويس بيتكلم مثلا مع ستات أو بيشاهد حاجة إباحية، أي حاجة من الحاجات الغلط. فانا كبنت نفسي اعمل ايه؟ نفسي اتجوز علشان ابعد عن ايه؟ ابعد عن الموضوع ده. طب خلصوا بقى عشان الصوت ده. Thank you.
تمام. طيب الحاجة التانية، يبقى احنا اول حاجة بنتجوز ليه؟ عشان نرتاح، عشان نكمل الرسالة، عشان نكمل الرسالة خلاص. وطبعا احنا بنكمل الرسالة، انت اصلا لما بتكون صاحب رسالة او انت في نيتك تعمل حاجة، لما بتوصل لها بترتاح حتى لو تعبان، صح كده؟ انت النهاردة في رمضان بعد قيام الليل في التهجد بعد ما تخلص مش بتبقى تعبان؟ طب سعيد ولا مش سعيد؟ سعيد وانت تعبان بس. والنهاردة سعدت بقى في الحتة دي ان انا اأدي اللي انا كنت عايزه خلاص. والا انا النهاردة لو اتجوزت وكل شوية اقول لمراتي جيب لي كل حاجة، اكل بجيبه لك، لبس بشتري لك، خروجات بخرجك، مش عارف ايه، مش انا بعمل اللي عليا اهو. طب النتيجه دي تؤدي الى السعاده ليها او ليا؟ لا، لان انا شخص منان خلاص كده. يعني انا بادي الرساله بس رساله بالايه؟ بالمن والاذى، مش هتؤدي الى السعاده، مش هتؤدي الى الراحه، مش هتؤدي الى الطمانينه. فاحنا رقم واحد احنا بنتجوز عشان نكمل ايه؟ رسالتنا. ولو كملنا رسالتنا بالشكل المناسب ساعتها تبقى في راحه عندنا حتى لو تعبان. حاجه رقم اتنين، انا بتجوز عشان انسجم من اللي هتجوز معاه، الواحده تنسجم من اللي هتتجوز معاه. تنسجم يعني ايه؟ يبقى بينهم تآلف، بينهم ترابط خلاص، بينهم روح خلاص كده، اللي بيسموها يعني الكيمياء، بينهم كيمياء. كيمياء يعني ايه؟ يفهموا بعض، متوافقين مع بعض، بنحاول نعمل كده. فعشان كده عشان نوصل لدي محتاجين نفهم احنا الحاجات دي يعني نتائجها بتبقى عامله ازاي عشان نوصل لها. يعني مثلا النهارده، انا النهارده لما ابقى منسجم مع زوجتي او بينا علاقه كويسه، انا مش بيبقى عندي شعور بالراحه صح؟ وهي عندها شعور بالايه؟ بالراحه. عندنا شعور بالرضا عن بعض خلاص. المشاكل في بيتنا بتقل، لن تنمحي المشاكل لكن المشاكل بتقل. طيب لما المشاكل بتوجد بتتحل بسرعه صح كده؟ طيب الحاجات دي بنوصل لها ازاي؟ يعني المشاكل بتقل ازاي؟ بنوصل للتآلف ده بسرعه ازاي؟ المودة ازاي؟ خلاص كده؟ بنوصل عن طريق شوية حاجات كده. بنوصل عن طريق شوية حاجات. يعني النهارده عشان أوصل إن أنا وزوجتي يبقى في نوع من التآلف والانسجام بشكل كويس، جزء مهم جدا جدا إن إحنا عندنا داخل بيتنا يكون في حاجة اسمها قيم. حاجة اسمها إيه؟ قيم. أهم قيمة في الجواز، اسمعوا الحاجات دي مهمة جدا، أهم قيمة في الجواز قيمة العطاء. إن أنا كشخص سواء كان رجل أو امرأة حريص إنه يدي، مش حريص إنه إيه؟ إنه ياخد. طيب نفترض اتنين في البيت، واحد ومراته، كل واحد فيهم حريص إنه يدي، إيه اللي هيحصل؟ النتيجة، النتيجة أحسن ألفة طبعا. انت عارف انا بدي، لا لا لا، اما انا تاخد انت المناب الكبير، طب انا هدخل حمام، لا انت ادخل الاول، طب انا نازل مشوار اوصلك معايا اذا تروح في حته، لكن التاني يقول لا مش فاضي، اركبي اوبر، اركبي هجيب لك حد يوصلك، مش عارف، لا الاكل الاول كده. دايما هو عايز ايه؟ طلباته الاول، او هي عايزه طلباتها الاول. فالنهارده قيمه من قيم، قيمه دينيه خلاص كده، وفي نفس الوقت قيمة مهمة جدا داخل نفس أي واحد. لأن يا جماعة قيمة العطاء مش في الفلوس. أنا ممكن أكون كريم في بيتي. يعني إيه كريم في بيتي؟ يعني عايزين أي حاجة أنا بجيبها، لكن عمري ما حضنت عيب. خلاص؟ عمري ما حضنت، عمري ما خدت وديته الدرس. عمري ما جيت سألته بالليل أنت أخبار، عمري ما حكيت له حدوتة. وأنا كريم. خلاص يعني بدي ايه اللي هو عايزه؟ انت عايز ايه؟ عايز تروح النادي تشتغل اديك، عايز بتاع طريق القران هدفع لك، عايز تروح مدرسه خاصه مش عارف هعمل ايه، عايز 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 هديك. فالعطاء مش مال، المال ده جزء على فكره صغير من العطاء. العطاء ده الابتسامه عطاء. انكم لن تسعوا الناس باموالكم. انت كبني ادم لن تسع الناس بمالك. مهما كان معانا فلوس مش هنقدر ندي كل الناس الفلوس صح؟ يعني احنا النهارده لو معانا حوالينا فقراء، تقدر تدي لكل الناس اللي حواليك فلوس؟ ما تقدرش.
لن تسحب، لكن إن ما سعتهمش بالإيه؟ بالمال، تسحهم بالإيه؟ حسن الخلق، حسن المعاملة. فالعطاء النهاردة مش عبارة عن فلوس، العطاء عبارة عن أسمع. على فكرة السماع ده عطاء، إن أنا أسمع زوجتي وإن زوجتي تسمعني ده اسمه عطاء. النهاردة العطاء إن أنا أبتسم، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. تمام؟ العطاء، العطاء إن أنا أبقى كريم مع الجار، العطاء إن أنا أحترم حماي، العطاء إن أنا أحترم حماتي، والعكس تحترم حماها وتحترم حماتها، تديهم، تديهم بالهدايا، تتودد إليهم بالهدية، عطاء، نوع من العطاء. العطاء لما أنا أكون في الجامعة وبذاكر وموصل مذاكرة، وفي ناس أصلاً ما بتذاكرش، فبتيجي آخر سنة تقول لي إيه؟ الله يكرمك أو الله يكرمك، إديني الملخص اللي أنت إيه؟ اللي أنت عاملاه، فأنا أجي أقول إيه؟ بقى أنا تعبت ده كله، وببساطة كده أروح مديها ملخص؟ لا أنا مش هديها حاجة، ده مش عطاء. خلي بالكم، والله اللي مش مذاكر لو خد 100 ملخص في الآخر مش هجيب النتيجة اللي أنت هتجيبها. لأن الفرق بين المتقن وفرق فين اللي بيسلم. خلاص؟ الواحد ممكن يذاكر قبل الامتحان بيومين وينجح، ممكن ينجح اه، لكن مش ممكن يجيب امتياز الا اذا كان غشاش، والغشاش ده لو جاب امتياز في الجامعه لما يطلع يشتغل بره مش هيعرف يشتغل. لو الطبيب مش هيعرف يشتغل مش هيبقى، مش هيبقى هو رقم واحد، هيبقى في الاخر لانه هو غشاش. فانا النهارده وانا في الكليه اهوت بعمل بكتب اجتهاد. جه حد قال لي انا عايز الملخص، انا ممكن انزل الملخص على الانترنت، ممكن اسهل على الناس، لان في ناس مش كويسين هياخدوا الملخص ده ويذاكروا، وفي ناس كتير عندهم ظروف نفسيه واجتماعيه داخل البيوت خلاص كده ما عندهمش نفس اللي عندي انا. ربنا كرمني اسرتي ناس كويسه، وانا عندي وقت اذاكر واكتب واعمل واخلي، واهلي والدي ووالدتي مديني المساحه دي. فانا النهارده الحاجات اللي انا عملتها دي بسطتها للناس عشان ينتفعوا بيها. ده في كتير انت ما تعرفهمش هينتفعوا بيها، لانك انت بقيتي رمز لمين؟ رمز الايه؟ للعطاء. تمام؟ فاحنا العطاء ده يعني مثلا من ضمن الحاجات المهمه في العطاء ايه؟ لا لا خالص مشكله. الصور، ما بحبش الصور والله. فالنهارده حته الدراسه دي كم واحده او كم واحد ما بيرضاش يعمل الحاجه دي؟ طب انا عايز اسال، هو ما بيرضاش يعملها ليه؟ السبب احنا عايزين نعود نفسنا. انا جوده الشخص، جوده الفرد هي الاهم النهارده من الزواج، لان الجوده دي بتاعتك او بتاعته هي اللي تنفعك فين؟ في الزواج. فلازم الجوده تكون في جميع مناحي الحياه. بس القاعده بتاعت العطاء دي مهمه ليه؟ لانها اللي بتخليني دايما وانا متجوز عايز اعمل ايه؟ عايز ادي. فانا عايز الاثنين يتعلموا ان هم ايه؟ يدوا عطاء. خلاص؟ النهارده معلش في بيوت كتيرة جدا الراجل بيحب التقدير والست بتحب الهبة. طبيعة التركيبة الراجل بيحب التقدير، يعني ايه؟ يعني انا النهارده جاي من السفر، طب لو مرات اتصلت بيا مثلا 3-4 مرات، هو انت فين؟ وصلت فين؟ اخبارك ايه؟ انت كويس؟ هتضايق، انا مش فاضي للكلام ده. مع انا مش طبيعة الراجل مش بتاع ان حد كل شوية اتصل بيه اطمن عليه، انا مش عيل صغير، انا مشغول بحاجات اولى واهم. خلاص؟ لكن لو اتصلت بيا مره واحده تقول لي ربنا يعينك في اللي انت بتعمله، ده اسمه ايه؟ تقدير. تتصل بيا مره واحده دي تعمل ايه؟ تعمل ايه عندي؟ تركز معايا، تديني مساحه اكبر، تديني طاقه اكبر. طب الست يتصل بيها يقول لها اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ يسال عليها، يهتم بيها مره واحده برضه مرتين، المهم في الاخر هي عايزه الاهتمام، مش يقول لها ايه؟ انت احسن واحده في الدنيا. انت ولا روح قافل السكه، ما عملناش حاجه. هي مش عايزه كده، هي عايزه حد ايه؟ يهتم بمشاكلها، يسمعها، يقرب منها. ده اسمه عطاء. طب احنا كرجاله ليه لما بنتجوز بنصاب بالخرس الزوجي؟ الخرس الزوجي ده بيتم من ايه؟ انا اصلا متجوز ايه؟ انا ليا حقوق. صح؟ فانا عايز ايه؟ عايز حقي. لو قصرت في حقي هدي البوز. طيب هي متجوزه انا ليه ايه؟ حقوق، لو قصر في حقي هديله الجوز. يبقى احنا الاثنين عاملين بعض، ده الخرس الزوجي ملخصه يعني بالعاميه كده.
ماشي؟ لان احنا الاثنين منتظرين من بعض ايه؟ ان انا اللي ابدا، انا اللي زي اللي بيتخاصموا بالظبط، منتظرين الايه؟ اللي يبدا في الايه؟ فاحنا النهارده القيم، قيمه العطاء دي قيمه مهمه جدا جدا، يعني كل حاجه بقى. كل يوم الصبح كده ملكين من السماء، اللهم اعط منفقا خلفا. الانفاق بقول لكم مش مال ناس. والنهارده انا لو قابلت واحد وقال لي انا عندي مشكله، قلت له ربنا يهديك، انا هدعي لك في الصلاه. ده عطاء ولا مش عطاء؟ طب ممكن ربنا يفرج عنك؟ ايوه ممكن ربنا يفرج عنك. ممكن يكون ربنا يفرج عنك اكثر من الفلوس اللي هتديها لي. انا معيش فلوس لكن اقدر ادعيله. عطاء. اقف له، انا هقف له هيضيع وقتي. ليه انا مش واخد على عطاء؟ انت هتعمل ايه بوقتك؟ ولا حاجه، تمسك الموبايل وتخش على الفيسبوك وتشوف الدنيا وضعها صح؟ او تعمل شات مع اي حد، او تكلم اي حد مكالمه مش مهمه. يعني تشوف هو محتاج ايه؟ وده العطاء. فيا اخوانا لازم كبنات وبنين لازم يكون جوده الشخص نفسها مهمه جدا جدا في قيمه عشان يقدر يكمل فين؟ عشان يقدر يكمل في المستقبل. طب النهارده لما يبقى الانسان عنده عطاء، الحاجه الثانيه هي طبيعي هيبقى عنده ايثار. صح كده؟ يبقى هو ايه؟ هو محتاج الحاجه، لا يروح يديها لمراته. شايف نفسه اولى؟ لا يروح يوليها هي، والعكس. في اكل وشرب ودخول حمام ومشاوير ونوم وصحيان، يعني النهارده مين اللي هيصحي ولاده الصبح يروح المدرسه؟ الام. ها؟ الام. مش لازم الام، انا الام، انت بتقول الام اهو. تلقائي. انت راجل. راجل مصري تلقائي. صح كده؟ الام، لا هي مش الام. هو مين اللي هيصحي في المدرسه؟ خلاص انا النهارده مثلا لو شايفها بتنام بدري ومخلصه شغلها بدري وتنام بدري وانا باجي من الشغل متاخر، هي لوحدها هتعمل ايه؟ تقول انا انام بدري عشان اطلع انا صحي لوالدي المدرسه، عشان الله يكون في عونه بيجي ايه؟ متاخر. خلاص؟ طب انا جيت لقيتها الولاد صاحيين او حد تعبان او هي بتدي دواء لحد مش عارف، قلت لها طب بصي خليكي معاه وانا هنام دلوقتي وانا اللي هقوم اودي الولاد الايه؟ المدرسه. شوف بقى الحرص بينهم. مين اللي هوليه على نفسي؟ مين اللي انا جاي تعبان بس انا هأثرها عليا علشان ايه؟ عشان انا اقوم بالمهمه اللي هي كانت هي اللي بتقوم بيه، مع انها مش المفترض هي اللي تقوم بيه. مش لازم الام هي اللي تصحي ايه؟ هي اللي تصحي الاولاد. خلاص؟ النهارده مثال ان انت لما تبقى حريص على العطاء هتلاقي نفسك حريص على الايه؟ على الايثار. هما الاثنين مرتبطين ببعض. تاني قيمه مهمه جدا داخل البيت، هي مهمه في الحياه بس مهمه داخل البيت، ايه؟ الرضا. الرضا بشكل، الرضا الامكانياتي، الرضا بشكل مراتي، الرضا بامكانياتها، الرضا باهلها، الرضا بالفلوس، الرضا بنصيبي. مش معنى الرضا ان انا انام، لا، هو الرضا ان انا بجتهد عشان اغير ايه؟ للاحسن. صح كده؟ لكن لازم يكون القيمه دي عندي قيمه مهمه جدا جدا. ليه بقى؟ لان اغلب الناس بيبصوا لبعضهم. ايه اللي بيضيع كتير من الاسر؟ هو المفترض النهارده انا ليا اخ وليا اخت وهي لها اخ ولها اخت. ممكن اكون انا فقير واخويا غني. صح؟ طب انا هاخد مراتي يا دوبك معاها خاتم في البحر. رحنا لاخويا وشقتنا اوضتين وصاله. رحنا لاخويا شقه كبيره جدا 250 متر. مراته في ذهب هنا وهنا وتمثيلات ومش عارف ايه والكلام ده. بيقدموا لنا ما لذ وطاب من الاكل ما بنشوفوش احنا طول الشهر. خلاص؟ فالنهارده لو جودتي الشخصيه ضعف فيها الرضا هبدا اعمل ايه؟ هبدا اتمنى ان انا اكون فين؟ في المكان ده. وهبدا اتحسر على ايه؟ هبدا اتحسر على الحال اللي انا فيه. وهبدا اكون في حاجه للتطلع للي فيه اختي او اللي فيه اخويا. واحنا اخوات. تمام؟ وممكن كمان احسد اخويا واحسد اختي عشان وضعهم اللي هو احسن مني. طب لو اجمل مني نفس الحكايه، طب لو اطول مني، طب لو 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 كل ده لو الرضا عندي مش موجود بالشكل المطلوب، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انتكاس في جودتي الشخصيه. جودتك كفتاه تستعد للزواج، او جودتك كامراه تزوجت، او جودتك كام بتربي ايه؟ بتربي اجيال قادمه. نفس الحكايه، جودتك انت كواحد شاب عايز تتزوج، جودتك كانسان هتبقى اب، جودتك كمربي
لاولادك بعد كده. تمام؟ فاحنا جودتنا الشخصيه هي الاهم من ان انا هتجوز مين. ان جودتي الشخصيه دي ممكن في الاخر تساعدني في ان انا اصبر على اللي غيري ما يقدرش يصبر عليه. تساعدني ان انا ارفع مع اللي معايا عشان انا انزل اللي معايا. خلاص؟ يعني لو في واحده دايما بتبص لغيرها ايه النتيجه؟ نتيجتها بجوده نفسها من جوه. ايه النتيجه؟ عدم الرضا. طب عدم الرضا بيخلي الواحد سعيد ولا تعيس؟ بيخليه مرتاح ولا قلقان؟ بيخليه متوتر ولا مطمئن؟ صح؟ كل الحاجات دي بتيجي من ايه؟ لان انا نفسي اخد، نفسي اوصل، نفسي اطلع، نفسي اعلى، نفسي احسن، كل شويه قاعد ابص لفوق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا الى من هو اعلى منكم حتى لا تزدروا نعمه الله عليكم. صح؟ لكن لما تحب تبص تبص لمين؟ لمن هو اسفل منكم. واحد لما يبص للناس اللي ساكنين في العشش، ساكنين في الاماكن العشوائيه، وهو ساكن في مكان في برج، يقول اللهم لك الحمد. مع انه ممكن يوم في البرج الثلاجه ما فيهاش اكل. بس في الاخر انا مستور بجدران وسقف. غيري الجدران والسقف مخرمين. صح؟ انا قافل عليا الاوضه، لو اتكلمت مع زوجتي ولادي ما يسمعونيش، اللي قاعد بره في الاماكن دي الدنيا كلها سامعاه. انا طالب في الجامعه في اخر الثمانينات كده، فكنت سكنت في حته في عين شمس. اسمها عين شمس الشرقيه، فسكنت في شارع ما كانش، كنت جاي متاخر، فما لقيتش غير واحد ساكن في مكان، فبيني وبين جيراني في البلكونه نميد، عايزين ملح نمدوا ايدينا لبعض، ملح والليمون والحاجات دي كلها، يعني قصدي قريبين من بعض قوي. فاللي كان بيتكلم مع مراته كلام عادي كده من غير الفيديو، قاعدين كده كلنا سامعين. فتهزر مع صاحبك جيرانك سامعين، حتى ناس يقول لك يا ابني وطي صوتك شويه، واحد يقول له ما تتكلم مع مراتك يا عم بالراحه. الجيران ليه عاملين قلق بالليل في وسط الايه؟ في وسط الشقه، قريبين جدا من بعض. فالنهارده لما يكون ربنا كرمني وسكنت في حته بيني وبين الشارع 6 متر ولا 10 ولا اكتر، او عندي الموتيل فقافل الصوت مش حد سامعني، اللهم لك الحمد. لكن واحد في الموتيل بس ما في الستاره، لا حول ولا قوه الا بالله. شوف بقى مستوى الرضا، انا كنت فين وبقيت فين، بس لازم الستاره. طب بس الستاره مش عايزها على على عايزها لك حاجه كده من الحاجات الجديده، او حاجه تكون فخمه مثلا او كده، كل شويه بتطلع. انا نفسي ابقى احسن، مفيش مشكله، بس ده ما ياثرش على ايه؟ على الطمانينه اللي في قلبي. كل واحد فينا نفسه يبقى افضل، لكن الطمانينه اللي في قلبه انا محتاج، دي كلها قيم. بصوا يا جماعه، انتوا من غير القيم دي ولا حاجه. هقول لكم بقى كل الحاجات الخاصه بالزواج، وتختاروا الشخصيه ازاي؟ اختاري زي ما انت عايز، هتختاري احسن واحد، هو انت هتختار احسن واحده. طب القيم دي لو مش عندك ايه النتيجه؟ هتتخانقوا مع بعض، تعملوا مشاكل مع بعض، هتطلعوا عين بعض. ايه معنى في الاخر؟ قعدنا نمسك في الشكل وسيبنا الايه؟ وسيبنا المضمون. تمام؟ يعني قيمه زي قيمه الصبر دي. وانا يا جماعه بصبر ليه؟ انا راضي لما اصبر على حاجه، انا بصبر ليه؟ هو مش شرط الصبر ان انا اكون عاجز. ولادي في اولاد منهم بتعمل حاجات يعني بيبوظوا في الحاجه اللي انا بجيبها ولا عندهم اي مشكله. تلاقي الحاجه غاليه كده وعادي جدا، يعني بلاي ستيشن ب 10000 جنيه حطها شوط ميه. بتعمل ايه يا ابني؟ انا بشوف بنضفها. خرب بلاي ستيشن. طيب انا اقدر اضربه؟ اقدر اعلقه؟ اقدر. انا موقفي مع ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. صح فعلا، انا زعلان، فلوس كتير وقعت على الارض، طيب اعمل ايه؟ لازم اصبر. ولو ما صبرتش لازم اتعلم الصبر. لان انا لو ما صبرتش يعني هعمل فيه ايه؟ هضربه ضرب مش مبرح بقى، ممكن اكسر له ضلع. خصوصا بقى اذا كنت تعبان قوي او جبته بالقسط او اي، يعني الموضوع ده بالنسبه لي خد مني ايه؟ خد مني مجهود كبير. الكوبايه يعني اقول لكم، انا مثلا عمري ما كان عندي 6 كوبايات، عمري شبه بعض. لازم كل شويه اجيب بتاع يرجعوا لي يكسروا 3 4، اروح جايب واحد تاني شكل تاني، يبقى يجي لي ضيف لو جالي 5 6 كده ادي لهم 6 كوبايات مختلفه. معلش يا جماعه بس عشان الولاد. طب انا بعمل ايه؟ يعني اعمل كذا، خلي بالك من كذا، وساعات كده طنش. ليه؟ طبيعي. يعني وانا ماشي
بايده كده زي ماسك قلم عايز يعمل رسام على الحيطه ولسه متكلفه الاف يعني. طب ايه بقى اقول له هات له ورق وهات له حاجه كده يكتب ايه عليها عشان يتعود انه ايه مفيش مشكله انه يرسم او يعمل اي حاجه بس خليها في ايه في ورق تجيب له الورق يرسم فيه شويه يروح رايح تاني على فين على الحيطه ماشي هبقى زعلان ايوه هبقى زعلان طبيعي بني ادم طيب ايه رد الفعل هل رد الفعل الضرب هل رد فعل الشتيمه طب انا اقدر اضربه واقدر اشتمه اي من ناحيه القدره اقدر فالصبر مش ان انا عاجز انما الصبر اللي هو ايه انا قادر على انفاذ العقوبه خلاص قادر ان انا امنع ورغم كده بعمل ايه بمتنع عن هذا الفعل لاجل ان انا عايز من الشخص اللي قدامي نتيجه احسن جوده احسن ليه طب النهارده بقى مراتي او انت جوزك اتصرف بطريقه مش كويسه خليه زي بالظبط زي الطفل الصغير كده انا هعمل معاه ايه لو انا عندي الجوده الخاصه بيا اللي هي جوده الصبر خلاص يعني مثلا النهارده ايه النهارده انا قلت لها انا نازل بدري فاعملي لي فطار فقمت لقيتها نايمه ما عملتش فطار انا اصلا لما اصحيها عشان تعمل لي فطار هيكون ميعادي راح خلاص طيب او ما اتخانق معاها وامشي واكل بره فلازم اتخانق معاها الاول اطلع اللي عندي واطلع بره انا اقدر على كده ايوه اقدر على كده طب انت لو عملت كده ايه المتوقع يعني دي جوده ولا مش جوده عارفين الايزو 9001 9002 9003 خلاص انا واخد دوره كبيره في دبي من الجامعه بتاعت مركز كبير بريطانيا في الايه في الايزو ده خاص بالشغل يعني فقلت اخد وكنت بطبقه على الحاجات اللي انا بتكلمكم عنها فده نوع من الايزو يعني ايه الـ ازاي شغلي اخليه يوصل لحد الجوده المطلوبه فالنهارده كان كبني ادم مع الزوج او مع الزوجه او مع الاولاد لازم يكون في جوده ان لم تكن هناك جوده الصبر والتحمل النتيجه ان انا بعمل ايه؟ لما بخل بالجوده اذا انا بخل من مرحله الانسجام والتالف اللي انا طالبها فين؟ في الحياه الزوجيه. صح؟ النهارده كم موقف بيحصل في البيت كل يوم ما بيعجبش الطرفين؟ كتير. ممكن يبقى 5 مواقف. تخيل انا لو كل يوم في 5 مواقف او هي بنعدل على بعض او بننتقد بعض في هذه المواقف اللي هي العابره. ايه النتيجه؟ الانسجام بيزيد ولا بيقل؟ التآلف بيزيد ولا بيقل؟ طيب هو معنى سكوتي انه البيت هيبوظ؟ لا خالص. لان الحاجات دي كلها بتبقى حاجات صغيره. انا ما اسكتش عن القيم، ما اسكتش عن الكذب. صح؟ ما اسكتش عن يشوفوا حاجه محرمه او يسمعوا حاجه محرمه. ما اسكتش عن حاجات غلط. ما اسكتش عن الشتيمه. جميل؟ لكن اسكت عن حاجات كتير جدا حياتيه. اكل وشرب وتعليم والى اخره. ليه؟ لان هو ده اللي بيفرق بيت عن التاني. بيفرق جوده عن التانيه. فانت يا بنتي لو انت الجوده دي عندك قلت الصبر اللي هو ايه؟ انا حساسه. البنات كتير بيعملوا كده، انا حساسه جدا. لا اللي يلمسني كده اللي ما يعبرنيش اللي يعمل مش عارف ايه انا ببقى يعني ما بعرفش. ما هو انت حساسه معناها ان انت عندك خلل. على فكره دي مش ميزه اصلا. دي خلل في الجوده. خلل في الايه؟ في الجوده. جودتك الصبر. عشان كده حتى في الدين وفي القران انما يوفى الصابرون اجرهم بايه؟ بغير حساب. بغير حساب من مين؟ من الكريم. لا من الكريم. بس خلي بالكم احنا لو حسبنا مع بعض حد مسلفني 1000 جنيه لما ابقى كريم قوي معاه رجعهم له 1100 يجوز ان انا ارجعهم من نفسي من غير ما نتفق يعني. خلاص كده هو رجع له 1000 ومعاه هديه ب 200 جنيه. طب انا لو رجعت له 1000 ومعاه 1000 جنيه ده هيقوم يقول لي انت عايز تستلف امتى؟ يعني انت كل ما تستلف يبقى قول لي. ليه؟ جوده مفيش بعد كده. الكريم مش كده. الكريم بيدي على 1000 ايه؟ عشرات الالوف. صح؟ الكريم. فالنهارده الفعل اللي انا بعمله ده فعل الكريم بيحبه. فيقوم انا من ضمن القيم بتاعتي ان انا بصبر مش عشان جودته وبس، ده رقم 2 بقى، انا رقم 1 الجوده الشخصيه بتاعتي. رقم 2 ده انا بصبر كمان لان ورا الصبر ده في ايه؟ في كرم.
طيب في فرق بين اللي بيصبر على اولاده واللي ما بيصبرش، فرق بين اللي يصبر على زوجته واللي ما بيصبرش، صح؟ البنات اللي قاعدين، انتوا امتى بتحبوا ابائكم وامهاتكم؟ مش لما بيشتموا ويضربوا، انتوا بتحبوا ابائكم وامهاتكم اكتر لما يبقى العطاء رقم واحد، الايثار، الرضا بيكم، الحاجه اللي الصبر عليه، صح؟ كل شويه لما بيعملوا الحاجات دي معاكم بتعمل معاكم ايه؟ بتخليهم بالنسبه لكم فوق فوق. عشان كده في بنات واولاد كتير لما ابوه بيموت او امه بتموت بيحصل لها خلل نفسي، لان المثال ده مش متكرر في حياتها. اب حنين، معطاء، صبور، دايما داعم، واقف جنبهم، ما بيشتم ولا بيضرب ولا بيأذي، ولما يكون في غلط بيتفاهم وينفذ امره كل حاجه، بس بدون ايه؟ بدون قسوه. لا يلجا الى القسوه الا في الحاله الايه؟ الا في الحاله اللي هي الصعبه. طيب ده لما بيحصل عنده وفاه ويحصل عنده اي حاجه، ايه اللي بيحصل للبنت خصوصا اكتر من ابن؟ انها بتفقد ايه؟ بتفقد بالنسبه لها اكبر جزء داعم في الحياه، بتحس انها بقت في الحياه لوحدها، معاش حد. صح؟ ان كل اللي حواليها صاحباتها مثلا، ابوها اللي شتمها واللي قايل عليها مش عارف ايه، واللي محجر معاها، واللي قايل لها كذا، واللي مانعها من كذا، واللي حارمها من كذا، واللي عايز يجوزها بالعافيه، واللي عايز يدخلها الكليه غير اللي هي عايزاها، وي 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 الى اخره. واللي هو بصل ما بيصرفش، اللي هو بيقول لها روح اشتغلي في اي حته، اشتغلي على النت، انا فاتحها لكم كل شويه، دي عايزه 100 ودي عايزه 200 ودي عايزه 1000 ودي عايزه 2000، في ناس كتير كده. فلما بتشوف ده حواليها بتفرق معاها جامد. طب ليه انا بطول في الحتت دي؟ لان الحتت دي معظم اللي بيتكلم في موضوع الاسره او بيتكلم في موضوع الخطوبه او اختيارات او الكلام ده ما بيتكاش على القيمه. مع ان القيمه دي هي اللي بتفضل معايا فين؟ طول عمري. هي اللي بتكبر معايا. هي اللي بتزداد وتتضخم لغايه ما بتتمكن مني، لما بتتمكن مني ابقى انا شخص ايه؟ ابقى انا شخص معتدل، سوي. تمام؟ لكن النهارده لما ما بنتجهش لهذه القيم، خلاص ايه اللي بيحصل؟ احنا بنخش على طول في الايه؟ ايه؟ هتجوز مين؟ خلاص؟ شكله عامل ازاي؟ اختاره ازاي؟ ايه المواصفات؟ طب خلاص احنا اخترنا المواصفات زي الفل، طب القيم دي مش عندي اسبوع ما نبقى كويس، مش هيعرفني بعد اسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، طب بعد سنه، او المحمل بقى ويحصل مش عارف ايه والمشاكل والمصاريف، واولد بقى والولاده فين بقى؟ الولاده تبقى فين؟ في مستشفى ولا في ملعب بتاع مستوصف؟ طب اوضه خاصه ولا اوضه فيها واحده ثانيه؟ طب يعني مع دكتوره ولا دكتور؟ طيب هقعد عند والدتي ولا اقعد عند مش عارف؟ مشاكل هنلاقي مشاكل بقى، لكن لو عندهم القيم دي كل الحاجات دي بتمر، القيم هي اللي بتحمي الاسره من الايه؟ من عدم الاستقرار. يبقى اذا احنا نتجوز عشان ننسجم، نتالف، نتواد، نتحاب، ده بيبقى ده الاصل. الجوده الشخصيه بتاعتي وبتاعتك بتفرق في ايه؟ ان يفضل الانسجام والتالف والتواد والمراحل دي دايما مستقره. هنلاقي بنصاب احيانا زي كل الناس يحصل عندنا نوع من الايه؟ من عدم الاستقرار، بس بيكون ايه؟ بيكون مؤقت. بيكون لوقت قليل. بيكون حاجه عارضه. النهارده كتير جدا من اللي متجوزين مشاكلهم اصبحت ايه؟ مستقره. يعني المشاكل هي اللي مستقره. يعني لو في يوم مفيش مشاكل يتخانقوا بالليل، ما هو ما ينفعش. يعني هو انا هريحها؟ نطلعها عيني. طب هي وانا هو هو بيعمل فيها ده كله وانا هسيبه مرتاح؟ مش في واحده قبل ما جوزها ينام لازم تنكد عليه، ليه؟ ما هو انا هسيبه، هو عايز ينام، هو طول النهار مطلع عليا وقال لي كذا واتكلم عن مش عارف ايه وامك ومش عارف ايه ما بتنساش. فايه اللي بيحصل؟ ان الجوده ضعيفه، في مشكله في الجوده. خلاص؟ طيب احنا هنجيب بقى الانسجام ده ازاي؟ الانسجام ده جزء منه الاول جزء عاطفي. عاطفي يعني ايه؟ هو كلمه عطف يعني ايه؟ حنان. كلمة عطف يعني نوع من الإشباع. كل واحد فينا عنده أنواع من الإشباع. محتاج إشباع لحاجات في حياته وإلا هيبقى تعبان. يعني النهاردة مش الأكل والشرب ده مش نوع من الإشباع؟ خلاص؟ مش أنا كل يوم محتاج أكل وشرب؟ عشان كده حتى ربنا لما شرع الصيام ما
بقى ليه وقت نهايه. ما خليش الصيام طول اليوم، خلي الصيام في وقت معين وبعد كده ايه؟ تاكل. نهى عن الوصال يوم بيوم. ليه؟ لان انت في حاجه الى الاشباع بتاع الاكل والشرب. صح؟ مش احنا في حاجه للاشباع ان حد يقدرنا وانا في وسط الناس ينفع انا الا كده؟ انا اسف يعني مهزأ، او واحده الناس بتسخر منها كده على عمال على بطال، ده بيسعد حد؟ ما بيسعدش حد. فانا عندي محتاج اشباع ان حد يقدرني، انا عندي اشباع ان حد يهتم بيا، انا عايز اهلي يهتموا بيا. خلاص يعني نفترض دلوقتي بنتي متجوزه وسافرت بره وقعد اسبوع ما حدش من اهلها اتصل بيها، تبقى زعلانه ولا مبسوطه؟ زعلان. طيب هي حاسه ان اهلها بيقدروها؟ لا خالص. طب العكس، هي قاعده بره وما اتصلتش بامها لمده اسبوع، امها زعلانه ولا مبسوطه؟ زعلان. طب ليه؟ لان بنتها مش مقدره. ليه؟ مش مقدره امها. خلاص فده محتاج، انا محتاج اشباع في ده. الابن، الابن الولد الصغير مش محتاج اشباع؟ ايه اشباع الولد الصغير؟ ان انا احضنه، ان انا اقبله، ان انا اجيب له هديه، ان انا احط ايدي على شعره، ان انا انام معاه في السرير واحكي له حدوته، ان انا اخليه يحكي لي حدوته. تمام؟ كل ده اسمه اشباع، ان هو محتاج الجزء ده علشان يبقى هو مطمئن من جوه ان هو خد. بص الارتواء، طب الارتواء الارض النهارده لما نحط ميه، احنا حطينا نقطه ميه ترتوي؟ ترتوي؟ لا. طب جبنا كوبايه خدت شويه بس ارتوت؟ لا. طب لو مليناها ميه على الاخر تبوظ. محتاجه الميه القدر اللي يعمل لها ايه؟ لما الاشباع ده يكون مظبوط تطلع محصول مظبوط. صح؟ زياده المحصول هيطلع مايع دلع، قليل المحصول مش عارف يقوم كده، عنده ايه؟ عنده عجز، في مشكله، لانه ما خدش الاشباع اللازم. فانا النهارده لما هتجوز واحده او واحده تتجوز واحد، انا محتاجه اشباع عاطفي. خلاص؟ الاشباع العاطفي مش شرط كلام الحب، لان ده جزء من الاشباع. والله راح يقول لها انا بحبك، واول ما تعمل حاجه يقول لها يا بنتي 60 في 70. كانت الاشباع العاطفي؟ لا. فالاشباع العاطفي اذا كان فيه كلام كويس فيه معامله ايه؟ كويسه. مش كده؟ مش خيركم خيركم ليه؟ لا. وخيركم خيركم لاهل الاهل، يعني بيدفع فلوس؟ لا. انما خيركم يعني وعاشرهن بالمعروف، المعاشره بالمعروف دي يعني ايه؟ كلام، معامله، عطاء، كل الكلام عليه قبل كده. فده كله بيديني الارتواء اللي انا محتاجه عشان احس ان انا استقر. واحنا بنقول عايزين نوصل للانسجام، عايزين نوصل للتآلف. خلاص كده؟ فانا عشان اتآلف محتاج، يعني النهارده رحت البيت قدموا لي طبق فيه معلقه رز، فكلت خدت معلقه رز وخدت، انا بقى بصبر. تمام؟ انا هصبر اهو. خلاص كده؟ ومش هقول عايز تاني، هي كتر خيرها على كده. انا هاخد مش هتكلم. طب انا في الحقيقه خدت الاشباع اللي انا عايزه؟ لا. هصبر لان جودتي حلوه. طيب مرة التانية التالتة الرابعة الخامسة، ايه اللي هيحصل لي؟ الصبر بتاعي هيحصل له ايه؟ خلل. لان الاشباع اللي بيقاوموا الصبر ايه اللي حصل له؟ حصل فيه ضعف. الابديت مش المدخل اللي المفروض يدخل لي قليل. زي بالظبط كده ابن الصغير محتاج مقويه، محتاج حديد عشان ما يبقاش عنده انيميا. فانا النهارده بديله شيبسي وبديله اندومي وبديله كذا وبديله كذا، الواد بقى عنده اربع خمس سنين وماشي مش عارف يسلك طوله. تمام؟ والواد ساكت ما يعرفش، وما يعرفش. فانا النهارده ايه اللي اديته من المعطى عشان يبقى قوي؟ ما اديتوش اللي هو محتاجه. وفي الاخر ايه اللي اشبع الطرف اللي قدامي باللي هو عايزه؟ ايه النتيجه؟ النتيجه الطرف ده يحصل عنده خلل. فالنهارده لما نيجي نبص لقدام، فاكر اللقاء ده مهم جدا للمتزوجين، مش عشان هو بينفع للاثنين يعني. فالنهارده عشان ابص لقدام، انا النهارده اشباع ده ارتواء عاطفي. ارتواء عاطفي ده في كلام حلو، والرجاله ضعاف في الكلام الحلو. ضعاف. بس بيستبدل الكلام الحلو بالمعامله الايه؟ المعامله الطيبه. فما ينفعش بقى ان هو عشان ضعيف في الكلام الحلو يقول لها انا بحبك، او لها بعض الالفاظ اللي هي تحتاجها، ان هو يعاملها معامله ايه؟
مش جيده، معامله خشنه. فالنهارده لا كلام حب ولا معامله جيده، يبقى فين الاشباع؟ هيحصل ايه؟ على طول هيحصل خلل. يبقى اذا الخلل ده لو حصل النتيجه هتبقى عامله ازاي؟ في انسجام؟ لا، الانسجام بيضعف. طب في تالف؟ بيضعف. في تواد، تحاب، في روح ال... لا لا، كل ده بيضعف. فالنهارده كل واحد فينا يبقى حريص، انا في المستقبل لو انا زوج عايز اغير خلاص. طب انا لو عايز بقى اختار واحده او واحده تختارني، لازم لو هي فاهمه بقت فاهمه كده وانا فاهم كده، يبقى احنا لما نيجي لبعض نتخطب لبعض او نيجي نتجوز هنلاقي عندنا احنا فاهمين الاثنين ان كل واحد فينا محتاج اشباع هذا الجانب. خلاص؟ اشباع الجانب ده هو في تلامس. في النهارده واحد بيحط ايده على دماغ زوجته او بيحضنها، ده نوع من الاشباع. هي محتاجه كده في وقت من الاوقات. ما ينفعش واحد يتجوز وما يكونش في اشباع جنسي. طبعا ممنوع منعا باتا طبعا. فكل الحاجات دي ده اشباع، بيدي جزء من بيقوي الجزء العاطفي عند الواحد. تقوم الواحده عشان عندها جوده قيمه العطاء، لما تاخد الاشباع المناسب، تاخد الاشباع المناسب تعمل ايه؟ تطلع فوق، تصعد السلم، تبقى جاهزه اكتر لايه؟ للاستقرار، جاهزه اكتر للانسجام. لو واحده جوده العطاء ضعيفه، جوده الرضا ضعيفه، جوده الصبر ضعيفه، والاشباع اللي بتاخدها قليل او بالعكس ممكن بتاخد قسوه. بالله عليكم النتيجه تبقى عامله ازاي؟ النتيجه اللي احنا بنشوفها اليومين دول اللي هو ايه؟ الطلاق. صح؟ النهارده نقعد بين اي حد بين اثنين بيتطلقوا، ايه المشكله؟ اغلب المشاكل في المعامله المباشره. مش طايقين ديوك مع بعض، او الراجل مشكله في الانفاق، او مشكله في انه يتكلم او يسمح. وهي مشكله انها على طول معاها التليفون بتكلم اهلها كتير ومش عارف ايه ومش مهتمه بيه، او المهم في الاخر في فجوه في العلاقه ما بينهم هما الاثنين. مع ان الفجوه دي لو القيم اللي اتكلمنا عنها وان احنا حريصين ان كل واحد يدي حقه، يدي للتاني حقه، عطاء للاخر، ايه اللي هيحصل؟ بنقلل الفجوه اللي ما بين الاثنين. ماشي. الحاجه الثانيه، طبعا الكلام في الحاجات دي كتير بس عشان ما الوقت ما ايه سألناش. لكن هو الحاجات دي انا شايف الكلام فيها المفترض يبقى اكتر من كده كمان، عشان ده الجزء اللي بنفضل ماشيين فيه عليه على طول. انا داخل البيت شايف حاجه قدامي مش عجباني، بس ممكن تعدي. اعمل انا لو راجل منتبه للي انا بقوله بعمل ايه؟ بسكت، بصبر. خلاص؟ لان ممكن اكون داخل وهي في قمه الايه؟ الضغط. الولاد عاملين مشاكل كتير، مكسرين حاجه، عاملين اي مشكله يعني، فلو كلمتها هتقوم عامله ايه معايا؟ على طول في ماس كهربائي. طب الماس الكهربائي لما يحصل، واحنا طبعا كنا مهتمين جدا بالستاير، صح؟ فهتمس الستاير هتولع في البيت. فالمقصود ان انا ابقى منتبه للحاجات دي، لان الحاجات اللي هي المعاملات اليوميه دي بتعمل مشاكل كتيره داخل الايه؟ داخل البيت. الحاجه الثانيه ان احنا لازم يبقى ننتبه للوضع الاجتماعي بتاعنا. يعني انا النهارده طالع من اسره لها نظام، لها وضع. والست اللي هتجوزها دي طالعه من اسره لها نظام ولها وضع. ماشي؟ انا مثلا في اسرتي طالع لقيت والدي مسيطر. خلاص؟ السيد بزياده. وهي طالعه من اسره الاب والام في تفاهم، يعني كل حاجه بتتم بينهم بالايه؟ هو الراجل في الاخر ليه كلمته وكل حاجه، بس الراجل واعي كده وعاقل بيعمل ايه؟ بيمشي الامور وبيعرف ياخد القرار هو، بس بالايه؟ بمشاور. طيب احنا من اسرتين مختلف، احنا الوضع الاجتماعي بتاعنا مختلف اهو في طريقه التربيه او طريقه عمل الاسره. البنت دي لما تبقى عندي انا هتصرف ازاي؟ هبقى عندي اهتمام من الاثنين، يا اما طريقه والدي مش عجباني خلاص، فهديها مساحه كبيره انها تعمل ايه؟ انها تتكلم معايا، بل ممكن اديها مساحه انها كمان اللي تعمل ايه؟ اللي تمشي البيت. لان انا موقف والدي من السيطره ضايقني جامد، كان مضايقني في حياتي، ما كانش عاجبني الوضع ده. او الاغلب ان انا خدت من ايه؟ من والدي الطريقه دي، فانا عايز اتعامل معاها ازاي؟ بالسيطره. طب هي بتتعامل في البيت ابوها وامها كانوا بيتعاملوا في البيت ازاي؟ بالتفاهم. ايه اللي هيحصل ما بيننا؟ اه
يبقى اذا ناخد بالنا قوي لما بنيجي نتجوز بنسال كويس جدا على البيت الثاني. لان احنا انا بقول الاولاد الصغيرين عباره عن كاميرا بتصور ليه كل حاجه في البيت. الكاميرا دي بتفضل في اللاوعي وبنكبر بيها، نكبر 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 بتزيد الحاجات دي في الدماغ. لما بكبر بقى وبشوفها قدامي ممكن تنطبع معايا ما تطلعش. تمام؟ طيب الاب المسيطر ده البنت بقى عايشه في البيت اللي ابوها مسيطر فيه. لما تيجي تتجوز هل هي وابوها مسيطر على البيت وبتتعامل بالطريقه دي؟ بتحب ده ولا ما بتحبوش؟ مش هتحبه. صح؟ فلما تروح بيت واحد تاني هيبقى هدفها الاول ايه؟ انه ما يسيطرش عليه. صح؟ فلما يكون هدفها الاول انه ما يسيطرش عليها تبدا تتعامل ازاي؟ تحاول تبقى فيه نديه. ولو لقت مساحه انها تسيطر تسيطر. ليه بقى؟ لان اللاوعي اللي عندها اللي شافته قبل كده خلال 20 سنه مرار بالنسبه لها. وهي مش عايزه تعيد المرار مره اخرى. عشان كده ما بنقول الكفاءة الاجتماعية ان يبقى الاثنين قريبين من نفس الصفات او نفس البيئة اللي هم مع بعض مهمة. ليه؟ علشان يقدروا ايه؟ يقدروا يتعاملوا مع بعض. زي بالظبط كده لو واحد في قرية متجوز واحدة من المدينة او العكس. ده يبقى ليه سلوك ودي لها سلوك. الوضع ده ممكن يعمل مشاكل لو ما عندهمش جودة البني ادم. هي الصبر، الرضا، الايه؟ العطاء. فالحاجات دي لو مش موجوده ممكن ما يعجبنيش طريقته. يعني ممكن واحد مثلا ممكن اتعود ان هو لما يدخل الحمام ما يعملش السفون بعد ما طلب الحمام. فمراته اللي تدخل تعمل السفون بتاعته تقول له 5 مرات 10 مرات 20 مره ولا في دماغه. ليه؟ هو متعود ان الدنيا كده يعني. انا هقول هو مش هو البيئه بتاعته كانت كده. خلاص؟ طب النهارده معناها حاجه بسيطه هي. طب دي مع انا اسف يعني خوفي يطفي في اي حته في الشقه. صعبه جدا او منديل ويرميه في الارض. خلاص؟ او ان هو لما بيحب يتكرع قدام العيال كده وبعدين على الاكل يروح متكرع عادي كان مفيش مشكله خالص. عادي. هو على فكره يا جماعه ده مش عايز اقول عيب. يعني عايز اقول ايه؟ دي طريقه بيئه احنا عشنا فيها. خلاص؟ يعني في واحد عاش في البيئه دي. فهو الحاجات دي بالنسبه له بالوقت هتبقى عاديه ولا غير عاديه؟ عاديه. طيب راح بقى في بيئه ثانيه خلاص ما بيطلعوش من الحمام الا لما ايه؟ الديتول والبتاع وينضفوا ويمسحوا وبتاع عشان اللي بعده يدخل. اتربوا على كده. لو واحد عايز يتنخى يعني يعمل اي حاجه يعني يروح في حته ثانيه. ممنوع يتكرر الا اذا كان غصب عنه. فالحاجات دي بقى ومثيلاتها بتفرق في عدم الرضا. خلي بالكم بتفرق في المستقبل في ايه؟ في عدم الرضا. عشان كده ممكن واحده دكتوره تحب واحد دبلوم او تحب واحد ممرض. ممكن. فتيجي تسالني تقول لي انا في كذا 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 وانا عايزه ايه؟ بس اهلي مش راضيين. اهلي مش راضيين. قلت لها يا بنتي من ناحيه الجواز جائز. لكن انا خايف عليكي من حاجتين. الحاجه الاولى انه اي ولد او اي بنت لما بيجي يتجوزوا مش بيتجوزوا لنفسهم بس. يعني انا مثلا جبت ولادي وصرفت عليهم وانا ليا اسلوب معين في الحياه ودخلتهم مدارس معينه او اكلتهم بشكل معين وربيتهم بطريقه معينه. وما عادش محدش عندنا مثلا عنده مشكله ماليه ولا ان هو مثلا اتسجن قبل كده ولا بتاع خناقات ولا صوته عالي في البيت ولا 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 لا. فانت يا ابني لما تروح تتجوز او انت يا بنتي لما تروح تتجوزي اتجوزي حد شبهنا. عشان احنا لما هنروح لبعض نقعد مع بعض احنا شبه بعض. ولما يكون في فروق تكون فروق معقوله مناسبه. ليه؟ لان في الافراح هم لهم طريقه واحنا لنا طريقه، في المعازي لهم طريقه واحنا لنا طريقه. في كل الحياه طريقه يعني مثلا واحد بيروح بيت الصوت عالي جدا. خلاص؟ فواحد متجوز واحده بيقول لي على طول بتكتم ده ليه؟ كاني بتتدلي من الشارع. مع ان انا على اول على اول اوضه. بقول لك ايه؟ طب ما انا جنبك انا جنبك. بقول لك ايه؟ معلش والله ما خدتش بالي. هي مش هي فعلا ما خدتش بالها. خلاص؟ ما خدتش بالها. وعلى فكره حته برضه مهمه النساء لما بيزعقوا اغلبهم بينفعل مش قصده زعق للزوج.
عشان بس تبقوا بتعذروا لايه النساء. بالنسبه للرجال الواحده لما بتزعق ساعات بتنفعل، وهي بتنفعل بيتصعد منها الايه الصوت شويه. فممكن الراجل يقول ايه تزعقيلي، والله هي مش بتزعق لك بس هي من الضغط بتعمل ايه بتنفعل. بس النساء اللي بيقول الكلام ده بقى ما ياخدوش دي فرصه وايه ويزعق. احنا ايه يعني بس عشان برضو احنا موازنين الدنيا يعني. تمام. فالمقصود ان احنا نبقى منتبهين ليه؟ بنبقى منتبهين ان لما يجي واحد يتجوز واحده او العكس، انت مش بتختاري لنفسك بس، ممكن عجبك واحد زي الفل خلاص زي الفل، بس ابوه حرامي وفي السجن، هو الولد احسن من اهله الف مره، وانت ابوك بيكره الحته دي، فانت ده بالنسبه لك هو ايه السوبر مان بتاعك. فانا لو رحت البيت وقلت لهم انا عايز اتجوز ابن الحرامي هيعملوا ايه في البيت؟ هيروحوا لك. واد مؤدب ومصلي وشكل وشغل كل حاجه، بس هو قدر ربنا انه اتولد في الايه؟ في البيئه دي. انا عارف ان هو كشخص يعني ممكن يكون مناسب ليك، بس اوعي تنسي ان ليكي ايه؟ ليكي اسره. الاسره دي لها وضع هي كمان، فالنهارده احنا مش عايزين نقهرهم عشاني. مش عايز اقهرهم عشاني. بالظبط كده لما يجي واحد مناسب للبنت وانا عايز واحد اغنى شويه او اعلى شويه ما اقهرهاش عشاني. يعني مثلا ايه؟ انا عايز واحد يشيل البنت. يعني انا هتكلف مثلا 100,000 200,000، انا عايز واحد يتكلف معاه 50,000. فاعمل ايه؟ يجي لها واحد مناسب او اقهرها عشان خاطر انا؟ لا ما ينفعش. انت عارف ده بيحصل ليه؟ عشان جوده العطاء. الجوده اللي احنا قلنا عليها من شويه. ان انا عايز اقلل في الايه؟ مش عشان انا محتاج او ان انا فقير، لا عشان جوده العطاء. فالمقصود النهارده لما واحده بتحب واحد او العكس وعايزه تتجوز، ناخد بالنا انها بتتجوز مين؟ واحد مناسب اجتماعيا لاسرتها. لان احنا على طول خلي بالكم اللي بيتجوز واحد بيتجوز اهله. واللي بيتجوز واحده بيتجوز اهلها. اوعوا تقولوا انا هاخدها واقفل عليها ان في المشمش. انا في مشاكل ليل بنهار مع الناس. اللي بيتجوز ما النهارده هي البنت مش امها هتكلمها؟ صح؟ هتمنعها من امها تكلمها؟ لا. جوز اللي تتكلم عنه. طب ممكن تزورها؟ ايوه ممكن تزورها. طب ابوها؟ طب اخوها؟ طب بنت خالتها؟ طب عمتها وخالتها وصاحبتها؟ طب دول لو هم في مش مناسبين ليك اجتماعيا ايه اللي هيحصل بالوقت؟ انت بتحاول تمشيها على السكه اللي انت عايزها، في 10 غيرك بيعملوا ايه؟ بيشدوها تاني. صح؟ النهارده ممكن اتجوز من الناس تلقائيين جدا، ناس بساط وناس حلوين وكل حاجه، بس هم تلقائيين ما عندهمش تكتيك في الايه في الكلام. خلاص كده؟ واحنا ناس ايه؟ ناس لا ناس عندنا حته كده اللي هو ايه؟ بنتكتك يعني بالراحه كده، ما بندخلش كده جاي مش بنتداخل مع الناس بسرعه. فلسه اول مره نزور بعض واخديننا بالاحضان كاننا نعرف بعض من ايه؟ من 10 سنين مثلا. ده على فكره مش حلال وحرام خالص، بس انا بكلمكم على الاوضاع اللي احنا لازم ايضا ننتبه اليها نحطها في الحسبان. طريقه التربيه، البيئه اللي احنا عايشين فيها، التواصل. يعني النهارده انت لو بتتجوزي واحد من بيت مقفول عليه وانتوا بيت اجتماعي، انتوا بتقابلوا مفتوح لخالاتكم وعماتكم، مفتوح لاخواتكم وزوجاتكم او بناتكم وازواجهم، متجوزين من بيت مش بتاع الكلام ده. اول ما واحده تتجوز بصي تجينا في رمضان في العيد اللي متجوزها خلاص تقعد معاها طريقتهم كده. فالنهارده لما انا اتجوز واحد كده او اتجوز واحده كده ايه اللي بيحصل؟ انا عايز اهلي يزورون وهي عايزه ايه؟ لا. او العكس هي عايزه اهلها ايه؟ يزوروها زي ما بيحصل في بيتهم وهو لا. انا مش بتاع الكلام ده. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فجوه ولا ما بيحصلش؟ بيحصل فجوه. طبعا يا جماعه ممكن اضطر ان انا اتنازل عن الايه؟ بس انا بتكلم على الاصل كده. لما الدنيا خلاص يبقى عندي اختيار، مش لازم اختار كل حاجه انا عايزها. لكن في الاخر انا بقول اتمنى ان ده يكون موجود، لو مش موجود خلاص هنكمل ونصبر. عشان كده جوده القيم الاولى اللي احنا اتكلمنا عنها دي مهمه لما يحصل اختلاف في الايه؟ في التفاصيل اللي انا بقولها. رقم ثلاثة الجزء الديني، الديني اللي هو ايه؟ اللي هو ان احنا نبقى قريبين من بعض في حتة
ان احنا بنحكم الشرع ما بيننا في الحلال والحرام. احنا الاثنين متفقين على كده. لكن مش فتحنا سداحنا ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه. او ان هو يكون بيحرم حاجات كتير انا ما بحرمهاش. لما لا مختلفين فيها واحنا مختلفين في الدماغ في الافكار. فنقوم احنا الاثنين لما يبقى مختلفين في الدماغ والافكار والحاجات اللي احنا شايفينها في الحلال والحرام بيحصل ما بيننا مشاكل كتير. فلازم يكون الجزء ده بالنسبه لنا قريب من بعض. الحاجه الثانيه زي ما قلنا ان احنا دايما لما بنختلف في حاجه فيها حلال وحرام بنرجع تاني لايه؟ للشرع على طول. ايه الجائز نعمله وايه المحرم نتوقف عنه. ده الجزء الايه؟ الجزء الدين. الحاجه الثانيه انه انت في الشروط اللي انت بتعوزيها من الزوج اقل حاجه انه لازم يكون بيصلي. صح؟ الحاجه الثانيه ان لازم يكون بياكل منين؟ من حلال. ما بيكونش بياكله في مصدر ايه شبهه كبير. يعني ممكن معظم للاسف الشغل دلوقتي بقى فيه شبهات. لكن ما يكونش اصل اكله من حرام. او يكون الشبهات عنده طاغيه على الحلال. تمام؟ الحاجه الثالثه ان سلوكه الديني عموما خلاص كده يكون ايه؟ يكون مناسب ان انا اعرف استمر معاك. يعني في على الاقل الحد الادنى، مش لازم يكون احسن حاجه. والله لو في احسن حاجه زي الفل، طب لو ما فيش الحد الادنى. فده جزء بيخليني اكثر انسجاما في المستقبل مع مين؟ مع اللي هتجوزه. خلاص؟ مع اللي هتجوزه. يعني النهارده لو اثنين قاعدين في الايه؟ في البيت. وهي شايفه بتاخد بان مثلا ان الموسيقى جائزه، وهو شايف ان الموسيقى حرام. وهي قاعده تعمل ايه؟ قاعده تسمع، هي شايفه الحلال، تسمع. هو النهارده شايف انه حرام ومن الكبائر. ايه اللي هيحصل؟ مشكلة كبيرة. خلاص؟ فالنهاردة أنا بختار اللي شبهي في الحاجات الإيه؟ في الحاجات الدين. طب نفترض الاثنين شايفينها حلال، هم حرين. خلاص مش هيبقى عندهم مشكلة مع بعض. شايفين إن الاختلاط إن هو ما يجي حد يزورهم بالستات قاعدين مع الرجالة مع بعض ولابسين مش زي شرع حد. يعني مش لازم يكون لابسين بشعرهم. هم حرين، هم هيعيشوا مع بعض على فكرة، هينفعوا مع بعض. لكن أنا مش هينفع معايا كده لو أنا واحد بغير كده. صح؟ فالتوائم في الحاجات الدينية دي مهم جدا. تمام؟ الحاجة اللي بعد كده الحاجة الخاصة بالمال. المال بلا شك هو عصب الحياة. النهارده لازم لما اتجوز واحد مش ان معاه فلوس كتير، ولكن هو بيتحمل المسؤولية انه ينفق على ايه؟ على أسرة. زي ما أكون أنا برضه وأنت عايز تتجوز واحدة تتحمل المسؤولية إنها تشيل الأسرة. مش تشيلها من الناحية المادية، ولكن تشيلها من الناحية الخدمية. الأربع حاجات دول لما يبقوا احسن مع الجوده اللي اتكلمنا عنها في القيم، الانسجام اللي احنا عايزينه بيحصل له ايه؟ بيزيد. صح؟ الانسجام بيزيد. فاحنا النهارده اللي عايزينه كل اللي نفكر فيه ازاي التآلف ده يزيد، ازاي التوافق اللي بيني وبين مراتي. هتقروا الحاجات دي على بتاخدوا دورات او على النت في كتب او حاجه هتسموه التوافق الزواجي او التوافق الزوجي. بيسموه توافق. كان انا شايف انه الانسجام والتالف هو الانسب، لان انا محتاج ان انا اتجوز حد يعني يكون بالنسبه لي ان هو مش جوازه والسلام. مش عايز اتجوز والسلام، انا عايز ابقى يعني انا عايز اربي حد، عايز اربي اولاد. انا عايز وانا في القبر كده احس ان في ري جاي لي، حاجه ترويني من بره كده. ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح لو ابوه وامه قاعدين يتخانقوا على الاكل والشرب، قاعدين يتخانقوا على الخروج، قاعدين يتخانقوا على امها وعلى امه وحماها وحماته، يزعقوا لبعض، مش منتظمين في الصلاه، بيشتموا، بيكذبوا، بيحسدوا الناس، بيحقدوا على الناس. بالله عليكم ان النوعيه دي هي اللي هتدعو للواحد في القبر بعد كده؟ ده هينساني اصلا. انه ما ترباش على الايه؟ ما ترباش على اللي احنا محتاجينه. ما ترباش على الحاجه اللي هي تخليني فعلا لما اموت يدعوني في قبري بها. تمام؟ طيب. الجزء اللي فات ده جزء يعني زي المقدمه كده. حد عنده سؤال فيه قبل ما ندخل الى اللي بعده؟ بس يكون سؤال يعني ايه في نفس الموضوع، ما يكونش بره الموضوع. مفهوم؟ لا زي الفل، لو كنت زي الفل.
ازاي يا دكتور معلش بعد اذن حضرتك؟ قلنا في اخذ اختيار احدد الخلل بين الاربعه دول من قبل ما ابدا افطر. ايه الشواهد؟ ايه المعايير اللي اقدر اختياري او اختيارها على اساس الحضرتك؟ هو في سؤال بيقول ازاي ان انا يعني اكتشف الحاجات دي قبل ما ايه؟ قبل ما البس في الحيطه زي ما بيقولوا يعني، قبل ما اتجوز يعني. تمام؟ وطبعا في جزء بس في مع الاجتماع دايما بنتكلم عن الجزء الثقافي اللي هو ايه؟ من الحاجات المهمه ان احنا افكارنا وتطلعاتنا وحاجاتنا تبقى مش بعيده عن بعض عشان يبقى نعرف نتكلم مع بعض ونتواصل مع بعض لما نتجوز يعني. لكن بالنسبه للسؤال ده اول حاجه هو انا لما بسال عن العيله بيفيد معايا في حاجات كتير من دي، يبقى انا رقم واحد بسال عن مين؟ عن العيله. وساعات بسال عن افراد العيله، عن الاخ والاخت والاب والام، لو اقدر واعرف اوصل لمعلومه ده كله بيقربني من اللي انا عايزه. الحاجه رقم اثنين لما انا اسال اشوف اختي او خالتي او بنت خالتي تسال عن البنت نفسها في الجامعه، البنت وهي في الثانوي، لو حد من قرايب البنت يقدر يعرفنا حاجه عنها ده برضه بيقربني للايه؟ للموضوع ده. الحاجه الثالثه الخطوبه. انا لما بروح اقعد مع واحده بقول لكم اوعوا تتخطبوا من مره، من قعده، ولا من اثنين ولا من ثلاثه. يا جماعه باختصار النهارده الطلاق زاد ولا زاد ولا بيقل؟ زاد. طيب جودتنا احنا كلنا احسن ولا ادنى؟ ادنى، الوضع صعب. فالنهارده لما الطلاق زاد فما ينفعش النهارده واحد يقعد مع واحده شكلها عجبه، هو اتبسط خلاص كان دي شايفها مناسبه، هو ده جواز؟ ده مش جواز، لان كمان 10 سنين 15 سنه شكلها مش هيبقى عك، مش هو ده اللي مستقر، مش ده اللي هتستدين فيه عشان تتجوز عليه. او هي شافته مثلا وسيم مثلا. اقول لكم في دراسه في اسكندريه، جامعه اسكندريه السنه اللي قبل اللي فاتت، هقولها لكم دلوقتي برضه، ان من ضمن الحاجات ان الراجل الولد الشاب بيبحث عن الواحده اللي سمعتها حلوه وهي بتبحث عن الوسيم. اول حاجه كانت بالنسبه للبنات وسامه الراجل، اول حاجه بالنسبه للولد سمعه البنت. طب ليه؟ لانه الولد دلوقتي بقى في بنات كتير ماشيين غلط خلاص كده، فبقى ايه؟ هو مشي مع بنات كتير فعايز يعمل ايه؟ عايز يتجوز واحده مش زي اللي ايه؟ اللي مشي معاها. فيدور عليه الاول قبل الحلوه وقبل الطويله وقبل مش عارف ايه وقبل الغنيه وقبل كل حاجه. طب البنت طبعا هو مش بنات مش متدينين، هو الجامعه فكتير منهم مش متدينين، فطبعا دول كتير بقى اتفرجوا على مسلسلات التركي وصور بقى توم كروز ومهند ومش عارف مين ومين، فعايزين نفس بايه؟ النوعيه دي. بقى ده الخيال بتاعهم. فبتقول ايه؟ انت نفسك في ايه؟ الاول يكون بنت حلو كده. تمام؟ طب انت نفسك في ايه؟ نفسك تكون محترمه. ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ الانطباع اللي ايه؟ اللي عنده. زي بالظبط كان في قبل ما احضر واحده بتقول يعني ان في ساعات ناس بتطلب مني عروسه تكون مواصفاتها 165 سنتي، حميراء، الشعر الاصفر، العين الخضراء، اللي مش عارف ايه اللي. طب ليه بيطلب الطلبات دي؟ اقول لكم ليه؟ في الاغلب ان هو قاعد بيتفرج على صور، بيتفرج على صور كتير، فشاف قدامه بقى ايه؟ قال يعني للاسف يعني الممثلات بقى المكياج والبنات واللي مش عارف ايه الى اخره، فهو حاسس ان اشباعه بتاع البنت اللي هيتجوزها ما ينفعش غير النوعيه دي. يا ابني دول بره البيت ودول في الغلط مش في الصح، هي هتعمل لك كده في البيت في الصح. فانت النهارده ان ما كانش عندك رضا، هو ده القيم بقى اهو، ما كانش عندك رضا بالطريقه اللي هتتجوز بيها، تكون موافقه للشخص، عايز الحلاوه هتاخد الحلاوه ومش هتاخد حاجه في الاخر، القيم كلها هتروح منك. تمام؟ فالدراسة بتقول إيه؟ بتقول إن هي الإيه؟ إن فعشان كده بنقول إحنا النهاردة نقعد مع بعض مرة واثنين وثلاثة وأربعة. إن شاء الله في مرة تانية بقى، يعني يكون في مرة قادمة أقول لك لما تعرفي إزاي الشخص اللي قدامك. إحنا بنقول شوية أسئلة، مش هي أسئلة، إحنا طبعًا بنقعد نتكلم مع بعض طريقة إيه؟ حوار يعني. ما أنت إيه رأيك في كذا؟ هتعمل إيه في كذا؟ لا ما بيجيش كده. خلاص ما بجيش ان انا اقول له اسئله هو يجاوب، هو يقول لي ايه ماسك ورقه يسالني خمس اسئله او 10 اسئله او 20 سؤال وانا جاوب، مش هينفع طبعا. تمام؟ الدنيا ما هيش كده، انما ايه؟ انما هو طريقه حوار عشان افهم اللي قدامي.
انا عايز اعرف اللي قدامي ده انطوائي ولا راجل اجتماعي؟ اعرفه ازاي؟ ايه السؤال اللي اقوله لواحد اعرفه اجتماعي ولا انطوائي؟ اخر مره زرت حد عادي، ممكن يكون زار خالته امبارح حظك. انا بساله سؤال بقول له لا هو انت ليك اصحاب؟ يقول لي اه. ليك اصحاب انتيم يعني اللي هو ليا بقاله قد ايه؟ لا مفيش، وانا يعني كل شويه كده بيبقى ليا انتيم شكل. ده ممكن ما يكونش، ممكن يكون اجتماعي بس ما بيقعدوش صاحب. يعني ايه؟ بيفرط في صاحبه بسهوله. ان انا واحد من الناس، اي واحد طبيعي يعني، لما بيبقى ليه صحوبيه ليا كل ما تبقى من قديم كل ما يكون هو شخص ايه؟ ما بيفرطش في انتيمه بسهوله، صح؟ فده معناه انه عنده قيمه ايه؟ قيمه ايه؟ الصحبه، الوفاء. حتى لو كان صاحبه ده مش احسن حاجه. لكن في واحد تاني او واحده بقى كل شويه تعمل ايه؟ تغير الايه؟ اللي معاه. فتلاقي مش كانت مصاحبه فلانة السنه اللي فاتت؟ طب والسنه اللي قبلها مش كانت مصاحبه فلانة؟ طب والسنه اللي قبلها هو ايه ده؟ دي مش صحوبيه. صح كده؟ فده طب واحد تاني يقول لي والله يعني انا ماليش من اللي هو ماليش حد اللي هو، طب ليه ماليش؟ ببقى قلقان بقى المسافه دي، تبقى علامه عندي كده انه ملوش حد صاحبه من زمان. طب قال لي انا لو صاحبي من الجامعه هو عنده مثلا 24 سنه 25 سنه يعني خمس سنين تمشي. طب عندك اصحاب تانيين؟ كل ما يكون من ابتدائي واعدادي وكده يكون احسن. قصدي اقول عنده المعنى ده انه عنده صاحب ايه؟ صاحب. طب هم لو اثنين، طب لو ثلاثه، يبقى هو اجتماعي افضل. طب انت بتخرج يعني انت النوع اللي بيخرج؟ انا بسافر مع اصحابي واروح القاهره مش عارف بنعمل ايه، او بروح من الاماكن، ساعات بنروح نصيف مع بعض، ساعات بنعمل ايه مع بعض، ساعات بنسى. طب انت بتاكل بره ولا انت نظام بتاكل في البيت؟ ده انا بروح المطعم الفلاني، بروح المطعم العلاني. انا قصدي من ده مش ياكل ولا بيشرب، انا قصدي هو اجتماعي ولا لا. فانا بسال اسئله تبين لي الشخص ده بياخد بيروح ويجي كده ولا انا مش بتاع مطعم. خلاص؟ حلو ان هو بياكل في البيت، حاجه صحيه على فكره مش وحشه. فانا هستفيد من هنا ان هو راجل صحي مش بتاع ياكل كل الاكل اللي بتاع بره ده. خلاص؟ وانا ما بحبش اخرج، انا باجي من الشغل بقعد في البيت. ماشي؟ حلو مش وحش. طب افرض هو بقى من النوع اللي هو ايه؟ زي ما قلنا كده الشخص المسيطر ما بيحبش ياكل بره وبيقعد في البيت. يبقى يعمل معايا ايه بقى ان شاء الله؟ هيتقعد لي بقى، قعد لي. طب هو لو كان شخص نقاد بيحب ينتقد كوبايه، هي الكوبايه دي هي، انا مش بقول لك كل مره ما تجيبليش الكوبايه على الاخر. هو ايه ده؟ ما دي حاجه بس. مش قلت لك قبل كده ما تجيبليش النوع ده من الميه؟ مش قلت لك بعد كده تجيبي لي المناديل الكبيره ما تجيبيش الصغيره؟ هو بيحب، هو شخصيه نقاده. طب ده لو ما بيخرجش بره، ما بياكلش بره وبيحب يقعد في البيت، صعب ولا؟ لكن لو هو نقاد وبيجي لي الساعة 8 أو 10 بالليل واكتشفت كده بعد ما اتجوزت، ماشي هستحمله الساعة اللي هيقعدها بالليل، لكن مش هستحمله من اثنين. صح؟ مش هكمل معاه، مش هقدر أكمل معاه. فإذا في الأسئلة حاجات بتبين لي، بس أنا مش هقول، أنا بس بدي مثال يعني، مرة إن شاء الله الجاية بإذن الله. في الأمثلة بسأل وبتكلم وبتحاور معاه ليه؟ عشان يعرف مني أنا طريقتي إيه وأنا أعرف منه طريقته إيه. ممكن يخادع؟ ايوه ممكن يخادع، بس مش هيعرف يخدع في كل حاجه لو هو مخادع. طب لو مش مخادع هيقول، حتى لو حد ما يقولش كل حاجه هيقول بعض الحاجات. طيب ده واحنا لسه قاعدين. طب اتخطبنا؟ لما بنتخطب انا بقول للناس اهو بوضوح يتكلموا مع بعض بالتليفون للحاجه لو نص ساعه في الاسبوع، ويتكلموا شات مره في الاسبوع، ويجي مره في الاسبوع البيت، ثلاث شهور اربع شهور لغايه ما نشوف الناس الاثنين دول. ها هقول لكم، بصوا يا جماعه الكلام ده اهو، الكلام ده هو بناحيه الجواز الشرعي. بعض العلماء بيقول الشيخ ابن باز مثلا رحمه الله، الشيخ ابن جبريل وغيره، لكن انا مش بتكلم في الحته دي، انا بتكلم انه احتمال يحصل نوع من التعلق ما بينهم بسبب الكلام حتى لو الصغير ده، دي نوع من المفسده، لكن المفسده الاكبر الطلاق. فانا النهارده بقيت ايه؟ ما بين نفسدتين، ان الناس بقى عن احنا نفوسنا بقت فيها مشاكل، احنا اللي بنتعرض له بقى كتير. النهارده الاب والام بيربوا في البيت وقت قد ايه؟ كان زمان
الاب في اغلب الناس يا موظف يا عامل، كان رجال الاعمال والبتاع ده او واحد شغال في الارض خلاص كده. ففي الاخر الوقت بتاع البيت كان كتير، وكان زمان على في السبعينات كده ما كانش فيه غير قناتين، القناه الاولى والقناه الثانيه خلاص. القناه الثانيه على الساعه 10 تلاقي فيه وش بتعمل وش كده خلاص كده. التلفزيون كان زمان بلمبات كده من ورا خلاص، ما كانش بقى التلفزيون بتاع دلوقتي يعني، كان بيتعمل كده مش بالريموت ولا بالزرار، لا بيتعمل كده لف كده خلاص كده. والقناه الاولى كانت بتقعد ل 11، ويوم ما يكون في حاجه يعني عظمه تبقى ل 12 وبعدين وش تمام. طيب بيجي فيها القناه بيجي ايه؟ برنامج ربيع العمر، برنامج حياتي، برنامج اجتماعيه، عالم الحيوان، عالم البحار ليوسف جوهر خلاص. والقناه الثانيه كانت ايه؟ بايظه، كان بيجي فيها فيلم اجنبي افلام الكاوبوي، طول الفيلم هم عباره عن مشكله بين طرفين، واخر الفيلم كل واحد يمسك مسدس ومين اللي هيقتل الثاني. ده الفيلم الفاجر اللي كان في الايه؟ اللي كان في التلفزيون. والافلام العربي هي اللي كانت وحشه لان كانت نتائج الايه؟ الستينات. قصدي اقول البث بتاع التغيير العقلي الجامعي بتاع المجتمع ما كانش قوي. والجرايد كانت هم ثلاث جرايد اخبار اهرام الجمهوريه. لا كان في ساعتها وفد ولا كان في احرار ولا كان في اي جورنال ثاني. يعني في 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 اخر الثمانينات تقريبا المسا بقى والهرم المسائي، الهرم المسائي ده صدر ايام حرب العراق والايه؟ بتاع احتلال العراق للكويت. خلاص قصدي اقول ان طبعا ما فيش فضائيات، ما فيش انترنت خلاص. انا كنت مشترك في قصص الثقافه، اذا جبته منين؟ رحت الثقافه بنشرح بجنيه خلاص كده، وليا حق ان اخد كل يوم كتاب وارجعه ايه في خلال يومين 48 ساعه. والكتب اللي في قصص الثقافه دي معظمها مثلا قصص وروايات وحاجات بقى دينيه كده ايه يعني مش كتير والكلام ده. عايز اقول الايه المدرسه كانت بتربي خلاص، والبيت كان بيربي، والمدرس الدرس اللي كان بعد البيت كان بيربي. فكان في افراد عندهم علو في القيم يقدروا يفرقوا معاك شويه، يفرقوا معاك كتير. النهارده بقى النهارده عشان في البيت، احنا اصلا قاعد في البيت والولاد كل واحد فين؟ ممكن يكون نايم في السرير متغطي مع مين؟ مع الموبايل، اتفرج على اللي هو عايزه تمام؟ طبعا كان في صعوبه شديده جدا في الماضي ان احنا نجيب حد، يعني انا النهارده لو عايز اجيب واحد صاحبي مفيش تليفونات خلاص، هو بره البيت اصلا، البيت كان التليفونات داخل البيت اصلا قليل، فانا عايز اجيبه بره بلف عليه البلد كلها عشان اجيبه. ما هو لو مش هنا يبقى هنا، لو مش هنا يبقى هنا، في الاخر ممكن اروح وما الاقيهوش بعد ما اكون مشيت 5 6 كيلو. النهارده لو عايز اجيب الجن الازرق بعمل ايه؟ بالتليفون. طب النهارده اقفل التليفون هرن له على الواتس، هجيبه على الماسنجر، هجيبه على التليجرام. لو ما جاش بعد ده كله بتهرب مني صح؟ ما بنعذروش، هنجيبه يعني هنجيبه. خلي حد من ولادي كده ما اعرفش اوصل له في خلال ربع ساعه، كنت فين؟ تعالى بقى. اصل انا كنت لازم يقول لي انا كنت في مكان ما فيهوش شبكه خالص عشان ما اعرفش اجيبه تمام. طب كان المكان ده فين؟ في الدرس الفلاني. اتصل بالسكرتيره او السكرتير، ان كان عندكم؟ اه خلاص تمام. لا يبقى تعالى. يعني بقيت اعرف اجيب الايه؟ محدش يعرف يستخبى منك. لكن النهارده الوصول ليه؟ النهارده فضائيات مليانه الدنيا، الانترنت، عدد المواقع الاباحيه لا حصر لها، ملهاش عدد ضخم جدا جدا. الافكار الالحاديه، التغريب، الحركه النسويه، الافلام والمسلسلات والروايات، الافلام الاجنبي، عدد الـ 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 القنوات اللي هي مفتوحه 24 ساعه، اكثر من 24 قناه افلام اجنبيه، اكشن ودراما وكوميدي ومش عارف وايه وايه وايه، كل الحاجات موجوده. النهارده في مواقع على الانترنت، عايز اي فيلم باي جوده تديهولك بس حمل بس واتفرج براحتك في اي وقت. تمام. طب النهارده اولادنا دول، اغلب اولاد الناس مش شاغلين نفسهم قوي بالحاجات دي، جائز ولا مش جائز؟ لو النهارده عايز حاجه فاضي هيتسلى في ايه؟ يا كوره، يجري ورا محمد صلاح ومحمد النني وفلان وعلان وفلان، عايز يتفرج على الماتشات، الناس من لعيبه مصريين محترفين او اهلي وزمالك تمام. طب ما لقاش الكوره خلاص كده،
هيعمل ايه؟ يشوف بقى حاجه على النت، اي حاجه. طب هو مش عايز يخش المواقع الاباحيه وبتاع، يتفرج على افلام ومسلسلات ويقرا روايات ومش عارف ايه. اللي بيشكل دماغه كام حد غيرنا؟ كام؟ كتير جدا. فاصبح دماغنا في مشاكل كتير، صح؟ زمان كانت المشاكل فيها اقل بصراحه. فعشان كده كان زمان ممكن يقعد مره واثنين وثلاثه، موضوع بسيط يعني، ولا كلنا عارفين بعض، لان احنا كنا اصلا بنزور بعض. العائلات كانوا بيزوروا بعض، الولد يجي بعد الساعه 2 هينام له ساعتين ولا ساعه ولا بتاع، هيقوم بقى عنده حاجات اجتماعيه. النهارده اصلا انا هزور اختي امتى؟ انا هزور اخويا امتى؟ النهارده عشان نوفر اكل للبيت او فلوس للبيت، ممكن اشتغل شغلانه واثنين. هروح امتى؟ وانا لو رايح الساعه 9 بالليل هزور امتى اصلا؟ طب هاجي يوم الجمعه هزور ولا هفسح الاولاد ولا استريح؟ صح كده؟ يبقى عندي نوع من انواع الضغوط الشديده جدا. طب النهارده بقى عشان افهمك وتفهميني، ما عادش زي الاول. دماغنا ما عادش فيه الجزء الصغير، التعقيد الصغير. كان زمان التعقيد صغير، النهارده التعقيد بقى كبير عالي. الافكار اللي في دماغنا، التلويث للافكار كتير. خلاص النهارده انا بتعرض، النهارده الرجاله، في رجاله كتير عاملين مشاكل كتير في البيوت. والحركه النسويه نجحت انها توصل للنساء ليه؟ لانها اشتغلت بضلال الفكره على واقع مظبوط. يعني النهارده انا عايز اقول لك ايه؟ تاخد حقك، وانت مظلومه وانت مقهوره، انت فعلا مظلومه مقهوره في البيت وطالع عينيه من بعض الرجاله. لكن انا بقول لها تاخد حقك ازاي؟ خلاص كده؟ اقول لها بقى اخرجي بدون اذن، واطلع اشتغلي بدون اذن، واعملي وخلي. فبقول لها خدي حقك بالغلط. فعشان ما لقيتش اللي زينا اللي المفترض يفهموها تاخد حقها ازاي وينصروها، لجأت لمين؟ لجأت الحركه النسويه. بوظت؟ بوظت دماغها. طب دي متجوزه؟ طب اللي مش متجوزه؟ ساعات بتصل بيها بنات 25 26 27 هتقول لي انا عايز اسالك سؤال، وانا بس بسالك انت عشان انت يعني ايه، يعني سهل معانا شويه. ايه يا بنت؟ تقول لي انا مش عايز اتجوز. هل ينفع يجوز لي ان انا منتقل؟ يجوز لي ان انا ما اتجوزش؟ اقول لها ليه؟ ايه السبب يعني؟ تقول لي اختي مطلقه، بنت عمتي مطلقه، بنت خالتي مطلقه، فلانه جنبي مضروبه، دي مش عارف ورمه ودماغها وارم، ده دماغها مفتوح، ده مش عارف ايه كده. طيب ايه اللي مخليها عندها نوع من الاحباط؟ عايز تاخد القرار ده ليه؟ الواقع ليه؟ على فكره ممكن يكون اغلب دول هم اللي غلطانين، بس ما يستاهلوش ان هم ايه؟ ما انا ممكن الواحده تبقى غلطانه، هو معنى ان الواحده غلطانه ان انا اروح فاتح دماغها وايه التكلف ده؟ ده ظلم وقهر وكل حاجه، هي لو غلطانه يبقى حاسبها على قد الغلط. مش ان انا اقعد اقهر في الـ في الـ في الـ انا بقول للناس ان اولادنا مش ملكنا. النهارده ابني لو عمل حاجه غلط مش معناها ان انا اخبطه في الحيطه، ده حرام. ان انا اضربه اعلم في جلده ده حرام. اضربه بالبوكس في وشه في دراعه في جسمه اديله برجلي ده حرام. ده مش حيوان، انا مش مالكه، مش بتاعي، ده بني ادم لحم ودم، انا مسؤول عنه اصلا، انا المفترض ان انا اوصله لبر الامان، صح؟ هل ينفع ان انا اجي اوصل واحد لبر الامان، اقهره، اطحنه، اذيه، اعقده نفسيا، اخليه طالع واحد مشوه نفسيا من جوه؟ ينفع؟ ينفع البنت اقعد اقهرها عشان تسمع كلامه خلاص، وانا اللي اختار عندها كل حاجه، ويا اما كده يا اما اديها فوق دماغها؟ ده ينفع؟ ما ينفعش. النهارده لما ده يحصل داخل المجتمع واحنا نسكت عنه، خلاص ايه اللي هيحصل؟ داخل هيبقى في مشاكل كتيره بقى داخل المجتمع ده. فعشان كده انا بقول لا، نقعد مع بعض شويه، نفهم بعض شويه. انا عارف ان في ضرر معين، بس الضرر الاكبر اللي احنا ماشيين فيه ان ارتفاع مستوى الطلاق، لا معدي. معدي النسب الايه؟ النسب الامنه. احنا دلوقتي في شكل اجتماعي غير امن. خلاص؟ الوضع الاجتماعي اللي احنا فيه غير امن. ان النهارده اللي حصل طلاق، عندنا مشكله في الطلاق ومعانا اولاد. اول حاجه بتحصل الايه؟ انا اسف يعني، التشهير رقم واحد. التشهير
انت طلقتها ليه؟ عد بقى قصص. طب وهي انت طلقتي ليه؟ قصص. مين اللي في النص؟ الولاد. بص سمعتهم في كل حته، كلام ابوها عن ابوه عن امه في كل مكان والعكس. طب الانفاق، طب انا بص معاك ثلاث ولاد 1500 جنيه، المحكمه هتديك 1500 جنيه. طب ما 1500 جنيه هيكفوا ثلاث اولاد؟ حكم المحكمه. روحي للمحكمه. طب بص انا هديك 2000. مش عاجبك روحي فين؟ المحكمه هتديك على كل واحد 1500 جنيه. انت كنت موديهم مدارس بكذا، وبتوديهم النادي، وانا كنت بتاكلهم بكذا، كل ده عشان انت طلقت تدفع كذا. هو انت شغال لا مؤاخذه بتتفاوض على اولادك، بتتفاوض على الفلوس اللي تديها لهم؟ انت انسان خسيس، اوعى تتجوز واحد خسيس. ولو ما تتجوز واحده، اتجوز واحده من عيله محترمه، عشان لو حصل بينكم انفصال ما تشهرش بيك، لان هتبقى في نفس مرحله الخسه برضه. صح ولا لا؟ صح. ان المحترم لما يطلق مراته لو خلاص حصل ما بينهم، سبحان الله يعني مش عارفين يجوا مع بعض، امساكهم بمعروف او ايه؟ تسريحهم باحسان. طب حصل الطلاق، ايه اللي يحصل؟ حد اصلا ما حد المفترض ما حدش يجرؤ يقول لك هو انت طلقت ليه؟ انت اللي بتدي للناس الايه؟ المساحه دي. حد يكلمك يقول لك ام عيالي انت مالك؟ ولو صاحبي اقول له لو سمحت ما تسالنيش على الموضوع ده عشان صاحبي، لكن لو مش صاحبي اقول له انت مالك؟ اعلمه ما تتدخلش مالكش فيه، وهي بحد يجي لها يقول لها ده ابو عيالي. انتهى الموضوع. انا كده بحافظ على ايه؟ اول حاجه جوده نفسي، صح؟ ومعها رضا ربي، مش كده؟ الحاجه الثانيه انا بحافظ كمان على مين؟ ولادي. مش كفايه الازمه اللي هم فيها النهارده، ان ما كانوش هم الاثنين بيشهروا، الاهالي بايه؟ بيشهروا، وللاسف ممكن يكونوا متدينين كمان. يبقى اذا الحرص على الاختيار مهم ليه؟ لان دي ازمات ما بعد ذلك. تمام؟ عشان كده انا باكد تاني اهو، جوده النفس مع القيم مهمين جدا جدا جدا. انا بقعد بين الناس، فمثلا يبقى ايه؟ يبقى بنكتب ورقه علشان الطلاق، فالمصاريف انا بقول له يا ابني انا مش ماليش دعوه بالمحكمه، انا بقول المصاريف انت عندك ثلاث اولاد تقول يكفوهم قد كذا، ممكن يكفوهم ثلاثه اربعه خمسه على حسب الظروف اللي انت برضه مناسباك، لكن ما ينفعش ان انا احط لك الحد الادنى، ده ما ينفعش. هم دول كده كده هم دول ولادك. والله في ناس اكتب رقم وتدفع اضعافه مرتين ثلاثه، في الاخر يقول لي وهم دول مين؟ دول ولادي. انا ماليش دعوه بالرقم ده، مكتوب لما عشان لو ظروف ايه حصل فيها مشكله بس، لكن انا هفضل مع اللي زي ده. هو ده بقى اللي بيتعود على العطاء، مش فاجر في الخصومه، مش بيلوي الدراع. اللي زي ده ربنا سبحانه وتعالى يبقى البركه تزيد شماله ولا تقل؟ تزيد. يرفع فوق ولا ينزل تحت؟ يرفع فوق. ليه؟ لان القيم عنده اللي هي ترضي ربنا هي رقم ايه؟ رقم واحد. لكن العنيد، الشخص اللي بيعند، او الشخص الفاجر في الخصومه، او اللي متعود على الكذب والخداع والمراوغه، هو ده اللي بيبوظ الحال. لما يحصل مشاكل بيني وبينه بتلاقيه بيفجر معايا في الخصومه هو معايا، والعكس من اليوم من الواحد. ولما يحصل انفصال برضه يحصل نفس الحكايه. فلا بد ان احنا نبقى منتبهين، لما نيجي نسال كويس جدا، ولما نيجي نتجوز ندي المساحه دي، مساحه الوقت. طب خطبنا 3 4 شهور، الحمد لله بقينا مستريحين، نعقد قد ايه؟ 3 4 شهور، 6 شهور بالكثير عشان ما يحصلش مشاكل. خلاص بقت العلاقه بينا نقدر نتكلم كلام مفتوح، نقدر نتكلم براحتنا. تمام؟ اذا بدي مساحه. اهم حاجه قبل البناء يبقى انا عندي نوع من الاستقرار بنسبه كبيره، ان احنا ننفع لايه؟ ننفع لبعض. حضرتك السنوات الاولانيه كلها بتبقى كويسه، ال 10 سنين، وبيجي في اخر 5 سنين ولا اخر سنتين بتتغير. اه ده موضوع تاني بقى. نقينا صح في الاول. لا ده موضوع تاني. موضوع تاني.
هقول لك عليه. في حاجه احنا بنديها عن المراحل، الحياه كلها مراحل صح؟ الراجل نفسه جواه بيمر بايه؟ انت عارفين ازمه الدور عند النساء، دي واحده بيجيلها العاده بيحصل عندها مشاكل صحيه، وبالتالي بيحصل عندها ضغوط ايه؟ ضغوط نفسيه تمام؟ ففي الوقت ده انت لما تيجي تلاقي مراتك لوحدها بدأت تتعصب، افهم كده ممكن يكون ده الوقت بتاعها قبلها بيوم او اتنين، اللي هو ايه؟ المغص او هرمون معين بتزيد في الجسم بتنضغط، فانت محتاج ساعتها تبقى فاهم عشان تعمل ايه؟ تهدد ايه؟ هي مش قصدها تعمل معاك اي حاجه، بس هي في حاله ضيق من الضغط ده خلاص. الراجل كمان عنده ضغط ليه ده؟ الراجل بيجي له وقت من الاوقات انا بروح البيت وبعمل تمام التمام، باجي في وقت عايز انفس عن نفسي يوم، عايز اطلع يوم اروح مع اصحابي القدام نروح اي حته، كل شويه مراتي والولاد والمش عارف ايه الكشف والمدرسه والدروس فعايز يوم انفس، فاروح واخد اصحابي اتفق معاهم كده ورايحين ايه؟ اي مكان نقضي اليوم، ارجع بالليل ابات حتى يوم بره وارجع تاني يوم عشان ابدا حياتي منين؟ من جديد. الست بقى ساعات ما تفهمش ليه؟ انت عايز تروح فين؟ لوحدك؟ لا ازاي؟ ما انت سعيد ان انا هنا في المدعكة وعايز تروح رجل على رجلك. انا اصلا مخنوق. او تكلم واحدة بقى واحدة كبيرة كده بس تقول لها خايبة كده في ان. بصي انا عايزك تقربي منه. يعني تعملي حاجة حلوة. لما يقعد على السنين مع التليفون تقعدي جنبيه. تلزقي له كده وتخليكي حلوة معاه كده عشان ايه؟ عشان ما يروحش كده ولا كده. اتاري هي بتعمل فيه ايه؟ بتكرهها اكتر فيه او بيكرهها لانه هو عايز يعمل ايه؟ عايز يقعد لوحده. يعني ممكن اصلا ما اسافرش بره، امال اعمل ايه؟ ادخل الاوضه واقعد في الضلمه. عايز الدوره بتاعتي اخد ايه؟ اللي هي مرحله ايه؟ السكون النفسي ساعتين. خبط. ها بتعمل ايه جوه؟ يعني هقعد لوحدي شويه. تقعد لوحدك ليه؟ في ايه؟ او مثلا بتبقى عاطفه انت في ايه عندك ايه انت تعبان انت عندك يا ستي والله عايز اقعد لوحدي. هي مش قادره تفهمه الوقت ده بالذات. سيب الراجل اليوم ده، سيبيه يوم في الشهر، انت عارف اللي هيحصل ايه؟ هيطلع كده ويرجع زي الفل تاني. طالما بص، طالما الراجل ما بياخدش التليفون ويعمل باسورد وهو مش محتاج باسورد، او يدخل التليفون يدخل الحمام بيه ويقعد فتره طويله، او يطلع بيه البلكونه ويتكلم فيه من وراكي، الحاجات دي كلها معناها ان في ايه؟ في تغير. يبقى اذا في ايه؟ في ان اشتغل الحادثه السادسه بتاعت الست، اعرف اجيبه وبيعمل ايه؟ ده مظبوط مفيش مشكله فيه. لكن واحد تليفونه زي ما هو، حركاته زي ما هي، مش عامل خط ثاني ولا حاجه، مش لما بيجي مثلا التليفون اول ما تيجي جنبيه مع السلامه مدحت اي حاجه من الحاجات اللي بيعملها دي، كل الكلام ده خلاص هو عنده مشكله عايز ينفس شويه. دي دوره الراجل. الكلام بقى ده قصده ايه؟ قصدي ان انا بعد 10 سنين 15 سنه بيحصل حاجه اسمها ملل زواجي. احنا في رتابه في حياتنا. خلاص؟ رتابه رتابه وبعدين في مشاكل ما بتتحلش. فبيحصل حاجه زي ايه؟ بيحصل حاجه زي في حاجه في الجسم كده بتورم وتنشف بيسموها ايه؟ كلكيعة. بتقف عند حته كده. الحته ديت لو ما فكناهاش يحصل فيه سقوط في الايه؟ عشان كده بعد 10 او 15 سنه بنلاقي في مشاكل داخل الاسره. وعلى فكره المشاكل دي ممكن تنتهي بالانفصال مع انهم كانوا زي الفل. لان في تراكم ما تمش حله. الحاجه الثانيه مفيش تغيير، اللي بنبات فيه ها بنصبح فيه. ما هو لازم يا جماعه كل شهر نجيب ايس كريم من عند الراجل اللي على الناصيه. هي هنا على الامه صح؟ المهم يعني عايز اقول ايه؟ يعني نعمل اي حاجه مختلفه عن اللي احنا بنعمله. نخرج ونروح مكان. حوش وروح عمره. ربنا يفتح لنا العمره يا رب. تمام؟ المهم قصدي اقول ايه؟ انت شوف اللي هي محتاجاه وهي تشوف اللي انت محتاجه ونغير، ما نفضلش في نفس الايه؟ نسيب الولاد يوم ونروح في اي حته. ولادنا بيكبروا، معنى البنت كبرت او الولد الكبير كبر. خلاص كده؟
فالنهارده انا عندي ابن كبير الحمد لله في جامعه، فاصدر ممكن يا رب هو ليه؟ يا رب انا عايز اروح انا ومراتي اي حته سهل نسيب الاولاد لانه كبير خلاص يعرف يقعد معاهم ويعرف يعتني بيهم والكلام ده. لو عندك بنت كبيره نفس الحكايه، ما عندكش حد كبير تديهم لوالدتك، اختك اختك اختها، في الاخر لازم نشوف لنفسنا حاجه نقدر نعمل بها ايه؟ نجدد يا اخي، ده جدد الايمان. انت النهارده بتحتاج لوقت تستغفر فيه ربنا سبحانه وتعالى، تصلي، تحتاج تقرا قران، تحتاج ان انت تسافر، تحتاج حاجات كتير عشان تقدر تغير الجو اللي انت فيه. فالنهارده المراحل دي لو احنا فضلنا على نفس المرحله كده والتراكم شغال وبنحبش مشاكلنا بسرعه وبنغيرش، هيجي بعد 15 سنه تلاقي في مشكله كبيره. اغلب الناس اللي عندهم الازمه في الوقت ده، طبعا في جزء تاني من ضمن تراكم المشاكل المعاصي. في معاصي كتيره بتحصل فبتعمل على القلب رهبه. خلاص؟ فبتخلي الواحد اصلا غير موفق في التعامل مع الايه؟ مع الطرف الثاني. ممكن دخول متغير يعني. ليه؟ دخول متغير يعني، مثلا هي عرفت واحده فقالت لها الدنيا وهو عرف حد فقالت له. لا لو الجوده عاليه لا مش هتعمل كده، عشان كده بقول لك انا بهتم جدا بالجوده. هي دي هتبقى دي حاجه. لكن التراكم عباره عن ايه؟ عباره عن قطرات من الميه بتعمل ايه في الصخر؟ تخرم الصخر، تحفره. فانا اهم حاجه عندي قطرات الميه. انت عارفين الحاجات الصعبه؟ نعرف نواجهها. هي في الاخر ممكن تكسر دراع هجبسه. لكن المشكله في اللي بيدخل ايه؟ واحده واحده. ما تحسش بيه. تمام؟ فده مهم جدا جدا للانتباه ايه؟ للانتباه. هو المشكله ان كل طرف بيبقى شايف نفسه هو اللي صح والطرف الثاني هو اللي غلط، هي دي المشكله. ومحدش بيعترف بخطأ. محدش بيعترف بخطأه لانه هقول لكم حاجه. احنا هنخش كده في الاسئله نخليها بعدين. ماشي. دي بقى اسئله ايه بتاعت المتجوزين قوي. لسه متجوزين. طيب. يبقى احنا دلوقتي كتبنا الكتاب هنقعد كمان 4 شهور او 6 شهور بالكثير، ده الافضل يعني. طبعا ممكن تزيد تبقى سنه، بس يعني عايز اقول ايه؟ ده الانسب. وقت التعارف 3 شهور، خطوبه 3 4 شهور، الجواز 6 شهور، يعني تقريبا سنه كده بالمعاد نقدر بعد كده ايه؟ اذا كانت حالتنا الظروف الماديه كويسه نقدر نتجوز يعني. الفتره على فكره شرعا فتره الخطوبه لحد الزواج، يعني في ناس بتقول ان طالق فبيكون مش فاكر وبيكتب حاجات فبيعجل بيها. وبيبقى اسود برضه من كده انه بيعجل، ما فيش فتره للتعارف خالص، بيحصل مشكله. عدم التعارف هيعمل خلل في المستقبل. الا النادر اللي حكم. طيب فتره الزيارات يعني لو الفتره طويله، يعني في ناس بتشترط ان ممكن يكون شهر او كل شهرين، يعني بتسيبها بعيده عن بعض. الزياره يعني؟ الزيارات يعني مش كل اسبوع. يعني الفترة ديت يعني مناسبة مثلا كشهر أو شهرين؟ والله برضه هو ظروف البيت والعرف بيحكمه، لكن احنا بنقول للبيت للطرفين يا جماعة قربوهم، واحنا موجودين حواليهم طبعا مش هنسيبهم لوحدهم، قربوهم علشان اللي بعد كده. بس خلي بالك اللي بعد كده مشاكل كتير. مشاكل اللي بيتجوز مرة ما يعرفش يتجوز تاني. الظروف اللي احنا فيها دي في صعوبة إن أنا أتجوز مرتين. تمام؟ ده النهارده الراجل اللي عايز يعدد، عايز يعدد مع واحده تشيله من اوله لاخره، يقول لك انا عايز اعدد، يا ابني انت مش عارف تصرف على بيتك ولا ايه؟ انا عايز واحده ربنا يبارك لها يا رب. بس وخلاص. ده يعني قصدي اقول بقى اللي هيتجوز دلوقتي ده هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ هيبقى انا هصرف مبلغ. وعلى فكره والبنت اهلها بيصرفوا اكتر من الراجل. في بعض الاماكن البنت بتصرف لها اكتر من الراجل. فالنهارده معلش يعني بقت في جوازات بقت بتعدي 500,000 جنيه واكتر. النهارده دول بيجيبوا كل اللي عندهم، يجيبوا اخرهم. النهارده انا مثلا بدخل في مشاكل البنت هتاخد العفش توديه فين؟ هتخزنه فين؟ لو خزنته هيبوظ. يبقى عفش بقاله سنه مثلا بيتكلف حوالي 150,000 جنيه، والله بعته جبنا حد 29,000 جنيه. العفش كله بيتباع كده اي حاجه. فهي لو خدته ركنته ما عادش ليه قيمه، هيبوظ. طب لو بعته برخصه التراب. ده الناحيه الماليه. طيب الطلاق. طب الولاد. طب المشاكل. صح؟ فده كله بيبقى ليه تاثير ايه؟ تاثير مش كويس في المستقبل. فعشان كده بقول نهدى وبالراحه وعلى مهلنا
وما نستعجلش. اه ممكن تزهق وهي ممكن تزهق، عايزين نخلص بقى. انا خلاص والله معجبه بيه خلاص. يا بنت انت معجبه بيه لان انت وقعت في اكبر غلطه، ده اللي هنتكلم عليها. انه انا لما اجي اتكلم مع حد اول عاطفه تبقى رقم واحد، لا شاب ولا فتاه. بصوا يا جماعه، انا النهارده لما احب واحد، لما احب ابني ويعمل حاجه غلط وعايز فيها ان انا اقول له كلمتين او اعاقبه، ما بعاقبوش. ليه؟ انا بحبه مش قادر اعاقبه، مع ان ده مش صح. مظبوط؟ يعني النهارده في واحد عندك ابن او بنت، انت شايف ان انت اصلا ما تقدرش تقول لها كلمه، انت شايف انت بتحبها قوي. التصرف ده صح ولا غلط؟ غلط، يضيعها. فانا النهارده لو اتعاملت مع حد، شفت واحده هي عجبتني وحاسس بقى ان هي دي، بص هي دي اللي في دماغي. تمام؟ فانا النهارده لما احط الجزء ده عندي كده، ما اجي اكلمها، ايه اللي بيسيطر عليا؟ العاطفه بتاعتي. فلما تعمل حاجه غلط ولا شايفها اصلا، كلام فاضي. طب انا هي هو واحد كويس وانا شايفاه ان هو بصراحه ما فيش احسن من كده. فيقول لها هو انت ناوي تشتغلي ولا لا؟ تقول له مثلا لا او اه. مش في دماغها اصلا السؤال، يعني ايه مش جاي؟ يعني انا بحبه، انا شايفه حلو. طب هو بيقول لك تشتغل ولا لا عشان ايه؟ تمام كده؟ يعني هو ناوي ايه؟ تمام؟ هو انتوا عندكم املاك ايه؟ تمام؟ يبدا يسالها اسئله كده غريبه، هي اصلا الاسئله الغريبه اللي هي اصلا تبين ان هو ما ينفعش. انا خلاص لغيت الاسئله، انا ما عدتش ببص للاسئله، انا ببص لايه؟ سمته حلوه، واد مؤدب كده بيقول كلام حلو، اي حاجه. يعني قصدي اقول العاطفه هي اللي مسيطره عليا. ده اكبر فشل في الاختيار. عشان كده هو جواز الصالونات ليه؟ هو اصلا اللي بيدوم. لان انا النهارده لما يطلع واحد يقابل واحده بره في الشارع يكلمها وبتاع والكلام ده، ممكن يبقى لطيف جدا في الكلام، صح؟ فلطفه ده بيخليني ارسم صوره عنه ان هو بعد الجواز يبقى بنفس الايه؟ بنفس اللطف. جميل؟ فالنهارده انا بقيت التصرف اللي بيعمله حتى لو مش عاجبني بيبقى بالنسبه للطفه ضعيف، لطفه اعلى. طب افرض قال لي بقى كلمه حلوه، حب، او قال لي حاجه، او بعت لي هديه، او جاب لي مش عارف ايه، او عزمني على عزومه حلوه، حاجات كتيره متنوعه. فلما الكلام في الحب او التعلق كمان ممكن في ناس من بره في الشارع بيتكلموا في الجنس كمان، دماغها بيروح بقى، يبقى بعد كده ما عادش بتفكر بالعقل. ما عادش بتفكر بالايه؟ زي بالظبط واحد بيشرب مخدرات. الواحد لما هو يا جماعه اللي بيشم الكوكايين او الهيروين اللي هو النقي، حاجه بتبقى ملك. هو شاعر وهو بيعمل الحاجات دي ان هو ايه؟ انه ملك. يعني بتاع البانجو ده بيبقى ملك صغير. البانجو حاجه ايه؟ حاجه تعبانه كده. لكن الحاجات الغاليه الثانيه دي اللي هي النقيه، لا بيحس انه ملك. ملك العالم. بيحس انه ملك البلاد. عشان كده مبسوط، عشان كده بيحب يكررها ايه؟ بيحب يكررها تاني، عشان كده بيقول عليه مده. انا عايز احس بالشعور اللي ايه؟ شعور ان انا فوق في السحاب. يقول لك انا في السحاب. خلاص؟ مده يقول لك انا في السحاب. طيب هو لما بيكون في السحاب بقى بيفكر في ايه ساعتها في السحاب؟ اكيد بيفكر في حاجه مش على الارض. صح كده؟ هو ده الحب. هو ده العاطفه. تخليني افكر مش في الارض. يعني انا عندي ابني مثلا مليان تخين او بنت تخين. انا المفترض اجيب لها حاجه حلوه ولا اجيب لها حاجه من غير سكر؟ اجيب لها حاجه من غير سكر. اجيب لها حاجه من غير سكر تعيط، تقول انت ما بتحبنيش، وانا بقى يصعب عليا البنت. صح؟ اروح اعمل ايه؟ اروح نازل جاي تعبان اهو وجايب لها ايه؟ كيلو سكر. انا اذيتها ولا انا اذيتها؟ صح؟ ليه؟ لان قدمت العاطفه. فانتوا في الاختيار اوعوا لكم علاقه بالشكل اصلا ولا باللطف. كل الكلام ده بيتخزن في دماغي اه، لكن عقلي هو رقم واحد. هيناسبني ولا لا؟ طيب الناس بتختار ازاي؟ يعني في نظريات للاختيار. اهم نظريه يعني اغلب النظريات الناس بتحب تختار اللي هم عارفينه. بيسموها يعني ايه؟ نظريه التقارب المكاني. يعني ايه التقارب المكاني؟ ان معظم الناس مثلا تحب تختار من نفس المنطقه، نفس المدينه، نفس القريه، نفس المكان. ليه؟ اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. دي طريقه في الاختيار. كتير من البنات والبنات اكتر من الصبيان. يعني الراجل ممكن يختار من مكان تاني، لكن البنت لا، البنت تحب تختار من اللي ايه؟
من اللي عارفين مثلا اخو صاحبتها خلاص حد جارهم حتى لو في المنطقه اللي بعدهم بس في نفس الايه في نفس المكان. دي طريقه في الاختيار. ناس بتفكر بالطريقه دي. في ناس بتحب تختار حاجه شبهي. شبه يعني ايه؟ انا مرحه عايزه واحد ما يكونش ايه يبوظ، عايز واحد مرح زي كده خلاص. انا بحب الصح انا بحب يسهر، بحب الخروج عايز واحد بيخرج. فتبدا تدور على واحد شبهه، شبهها في الكليه، شبهها في التعليم، شبهها في المستوى، شبهها في كل حاجه. دي طريقه البنات او الصبيان بيحبوا يختاروا بيها، دي طريقه من الطرق. في ناس بقى يعني ايه لا بيحبوا بقى اللي هو اسمه تبادل المصالح المنافع. يعني مثلا ايه انا واحده دكتوره باطنه خلاص فعايزه تتجوز واحد دكتور تحاليل. ايوه بالظبط كده. انا افتح واحده هنا هو في الشقه اللي قصاده، ولا اقول لك لما يطلع ويهرب احطه في نفس الايه في نفس الشقه. انا صيدلانيه اتجوز واحد صيدلي. لو انا ما عرفتش افتح الايه الصيدليه هو يفتح اثنين، واحده باسمي وواحده باسمه. انا ابن تاجر كبير انا عايز اتجوز واحده بنت نائب في مجلس النواب او واحد لواء شرطه او عايز يبقى فيه ايه اظبط المناصب كده تمام. انا غني عايز اتجوز واحده اغنى او واحده عشان اظبط الدنيا تمام. انا مش هتجوز حد من قرايبي ليه؟ انا عايز اصلا اكبر العيله. وانا ما اتجوزش حد من قرايبي معنى عملنا ايه؟ اتجوزت بنت خالتي ولادنا خالتي وخالتها واتجوز احنا مع بعض داخلنا. انا مش عايز كده، انا عايز اتجوز واحده من عيله ثانيه عشان يبقى ايه نكبر الايه نكبر العيله. دماغه او دماغها المصلحه في ايه؟ هي طبعا مش هتعمل ايه مش هتختار واحد وحش. يعني هي في نفس الوقت مش انا ما بنتكلمش دلوقتي على الصح والغلط، احنا بنتكلم هي الدماغ بتفكر ازاي. يعني انا النهارده هتجوز واحده بنت غنيه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها برضه، ان القيم تكون عاليه وان يكون عندها الصبر وكذا وبنت كذا ومستوى الاجتماعي متقارب الى اخره. لكن الطريقه بتاعت الدماغ تمام، الناس بتفكر بالطريقه دي. يبقى اذا في حاجات ان هو المكان، في ناس بتفكر في الشبه خلاص يبقى التجانس، يعني في ناس بتفكر في تبادل الايه المصالح مع الجوده، في ناس بقى بتفكر في تبادل المصالح بدون جوده. يعني ايه؟ انا هتجوز بنت فلان عشان اوصل اللي انا عايزه، ان شاء الله تطلع اي حد ولا يهمني متدينه ولا ما يهمنيش الكلام ده كله. انا في دماغي حاجه واحده ان انا اوصل لايه، ان انا في الاخر الادير الشركات بتاعته، الادير الاطيان بتاعته اعمل، او هي العكس انا في الاخر عايزه واحد بعربيه ومسافر بره وعنده فيلا وعنده وعنده وعن شاء الله يا رب يكون بيشرب اي حد. هي بتاعت ايه؟ بتفكر بقى بطريقه غلط، انها في الاخر عايزه توصل للمصلحه اللي هي عايزاها وبس، بغض النظر عن صلاحيه اللي هي عايزه توصل له. تمام؟ فكل الكلام ده دي طريقه في التفكير بالنسبه للايه؟ بالنسبه لطريقه الاختيارات. ماشي؟ احنا كده دلوقتي خلصنا ولا؟ لسه 10 ها؟ الساعه كام؟ 9:30 كده المفترض خلصنا الوقت يعني. طب معلش هديكم يعني هنبقى في مره ثانيه ان شاء الله، هديكم بقى ليه؟ الاول ايه الشخصيات اللي احنا ما نقربش منها. ماشي، هنا دي الاهم في الايه في الموضوع ده، ومره ثانيه نبقى نكمل ان شاء الله الايه. بصوا الاول في شخصيات ما ينفعش نتجوز منها سواء كان من رجاله او من ستات. اول حاجه البخل، الشخص البخيل الجلده خلاص مفيش جليل. لو اتجوزتيه او انت اتجوزتها انسى بقى، كل حاجه بتطلع من سابوه جلده ليه؟ كانه بيطلع فلوس منين؟ من شو واحد بيشد جلده كده؟ يطلعها ازاي بقى؟ تمام كده؟ فانت مثلا ايه؟ عايزه يعني واحد مره من الرعايه دي فداخل له في مشكله، قال لي والله بيحب يجيب حاجه بروح بدلها ال 2 جنيه بجيب زبادي بلدي زي الفل تمتع نفسها. قلت له بقى انت المتعه عندك تمتع نفسها زبادي بلدي؟ تقول ايس كريم حتى ب 5 جنيه؟ انا قصدي اقول اي حاجه، يعني قصدي اقول هو كده عامل اللي ايه؟ متاح يعني. تمام؟ وكل حاجه عايزاها بالورقه والقلم. لا ودي انت ما فيش حاجه اسمها ربع، ما فيش حاجه اسمها في الجبنه ربع. لا هات حته جبنه ب 5 جنيه، جبنه ب 5 جنيه. ما تحسسهاش حاجه، ما يحشش من الراجل بتاع الايه؟
الراجل في واحد منهم كان بيديني زياده عشان حاسس ان انا ايه في عيره وهو جثه ما عارفش قد كده. طب بالله عليك بقى الولد عايز لبس ها هنقعد نتفاول على ايه؟ نتفاول على الجزمه بكام الجزمه؟ هنتفاول على ليه؟ على البنطلون بكام البنطلون؟ طب هي عايزه تجيب حاجه لنفسها طبعا الحاجات الخاصه بتاعتها السلامه طبعا هي خاصه ايه؟ انا مش عايز روج انا لا عايز حاجه في الحاجب ولا حاجه في مش عارف ايه ولا اي لايدر ولا عايز اي حاجه انا عايز انا بحب الساده كلاسيك ليه عشان ايه عشان ما اسلفش تمام طيب طب ما نجيب عصير القصب بيعمل سكر بيسوي السكر في الجسم عايز اقول هيتصرف يعني طبعا ده لو انت اتجوزتيه او انت مراتك بقى جالك اهلك يزوروك وانت عايز تقدم لهم غدا هتعمل ايه هي بقى؟ هتقدم لهم الايه؟ العينات ده. ده انت ما عملتش اكل ليه؟ تقول له ما انا احنا يعني هنعمل لهم ايه؟ ما هو ده اللي موجود. طب انت ما عملتش اكل بزياده ليه؟ ما انا مش عامل احسن ما انا قايل لك من امبارح اصل صحيت متاخر اي كلام بقى في الاخر هي هتقدم ايه؟ مع ان في حاجات كتير في الموجوده في البيت مش هتعرف. فدايما حطك تحت ضغط وانت حاططها فين؟ هتعيش طول عمرك تعبان والعكس بس البخل في الرجاله طبعا اكتر من ايه؟ الستات بكتير يعني تمام؟ طيب النهارده لو لقيت واحد حريص مش بخيل خلاص على حسب بقى انا كواحده متربيه فين؟ والله انا لو متربيه في بيت برضه عنده حرص شويه ممكن يناسبني طالما ان هو ده اللي قدامي ده احسن اللي موجود قدامي يبقى اخده وانا لو متربيه في بيت الدنيا ايه ما شاء الله مفتوحه وتمام التمام لا هيتعبني برضه يا بلاش احنا مع بعض كده مش هنتلاقى مع بعض ينفعوا اللي زيه خلاص فالبخيل ده رقم واحد لا طبعا احنا مش هنتكلم انواع اللي ما بيصليش والحاجات دي ده اصلا احنا مش بنحطه في الايه في الشخصيات لان دي حاجات ايه مش هنتكلم فيها يعني ما ينفعش اقول لك الجواز واحد ما بيصليش مثلا واحد بيسيب الدين او واحد بيشرب مخدرات لا ده مش هنتكلم فيه نتكلم على الشخصيات اللي هي اللي قدامك المفترض يبقى شخص شكله عادي بس عنده مشكله ممكن تخيل عليها. طب تعرفي البخيل ازاي؟ دي الاهم بقى. خلاص اول يوم جاي لك هيجي يزورك. اول حاجه اشوف لبسه. يعني مثلا يقلع الجزمه بره تطلعي حد يصورها لك بالموبايل. على طول ما فيش مشكله ليه؟ ممكن تلبس لابس جزمه يعني داخل راح تتجوز راح تقابل واحده. ينفع تروح الجزمه مقطعه؟ ما ينفع خصوصا بقى وان انت ايه؟ وان انت مثلا لا مستواك المادي كويس. ان انت لو مستواك المادي مش كويس هتروح تلبس ايه؟ قميص كويس وبنطلون كويس او اي حاجه يعني. مش لازم البس احسن قميص او احسن ما بس البس قميص اكوي مثلا صح كده؟ الهديه اللي هجيبها وانا داخل عليهم في تورته ب 10 جنيه بتبقى صغيره قوي تمام؟ ف تمام فيجيب حاجه مثلا مش مستوى خالص الناس اللي هو رايح لهم تمام؟ او يجي من غير حاجه خالص ماشي كده؟ طب لما نيجي مثلا نلاقيه دايما بيتكلم على ايه؟ ان هو بيصرف اللي بيتكلم على نفسه انه بيصرف وبيعمل وبيجيب ده تخافي منه على طول. لان اللي بيصرف ما بيقولش انا بصرف. زي اللي بيحب بيقولش انا بحب، اللي بيتقي ما بيقولش انا تقي، اللعيب اللعيب اللي بيلعب كويس ما بيقولش انا لعيب. الناس تقول عليه. تمام؟ ما حدش بيقول عليه انا العالم العلام، انا احسن واحد في الباب ده. الناس هي اللي بتقول عليه مش هو اللي يقول على نفسه. اللي يقول على نفسه يبقى عنده هو ايه؟ عنده مشكله. تمام؟ الحاجة رقم ثلاثة لما يجي يخرج مع حد لما مثلا حد يروح يشتري حاجة هتلاقي دايما بينصحه انه ايه؟ ما تشتريش بلاش دي مش حلوة يا مش في الآخر دي مش حلوة ولا وعايز يقول له ايه؟ ما تشتريش ما مش هيقول له ما تشتريش أو مش هيقول لها ما تشتريش تمام يعني واحدة بتحكي لي أخي واحد خطيبها وطلعوا مع بعض معاهم أخوهم يعني بتقول لي عطشت فقلت له أنا عايز إيه عايز مية فقال لي جاب لي مية معيش خمسة جنيه معيش فكة قلت لها على فكرة ممكن يكون صح بس هو حتى لو معاه 200 جنيه
يعمل ايه؟ يديها للست ويقول لها لو سمحت انا عايز زيت ميه، فتقول له معيش فك، تقول له لو سمحت هات لي فكه عشان ايه؟ واروح افك ال 200 جنيه وانا مش هديها 5 جنيه. ده الطبيعي. تمام؟ طيب عايزين ياكلوا، عايز بقى يوريها انه عايز يعزمها خلاص كده، فيوريها المطعم تحت السلم، مطعم اللي هو المطاعم يقول لها بس بص بقى اكل بلدي مفيش بعد كده. هيبان بقى من التصرفات، طريقه الايه؟ اللبس، الكلام، المعامله، كل الحاجات دي هتبان عليه. ممكن واحد يا جماعه تبقى ظروفه على قده، فيروح يجيب هديه متواضعه بس هو بيجتهد انه ظروفه على قده، لكن يجي له واحد ظروفه كويسه، واحد جاي له عربيه ب 300 400 الف جنيه، جايب لي هديه قد كده، انا مش نظر، انا اصلا مش منتظر الهديه بتاعته، لكن الهديه بتعبر عن ايه؟ عن الشخصيه نفسها. خلاص؟ طب ممكن واحد يكون زاهد، لكن هو معنى الزهد، ومعنى الزهد ان انا اكون مهمل في شكل اللي راح اتجوز؟ لا طبعا. تمام؟ واصلا حته الزاهد دي يعني حاجه، انا اسف يعني، حاجه يعني حاجه نادره اصلا في المجتمع يعني. الناس كلها بتبص لبعضها دلوقتي. يعني متدين وغير متدين. فرقم واحد الدخيل؟ لا. رقم اثنين الاستاذ بقى. الزئبقي. الزئبقي استنى اظلم بس يعني مش تعرفها انت دلوقتي. الزئبقي يعني ايه الزئبقي؟ المراوغ. الشخص المراوغ الزئبقي. ايه هو الزئبقي ده بقى؟ عارف الزئبقي اللي تيجي تمسكه كده تلاقيه نازل تحت. يعني انت لو انت جبت حاجه بلاستيك كده حطيت تمسك الزئبق هي يطلع ايه؟ يطلع فوق. ما تعرفش تمسكيه ابدا. ايه بيعمل ايه الزئبقي ده؟ تقول له مثلا هو انت ناوي تكتب الكتاب امتى؟ 1/10 ممكن 15/10 او لما الارض تجيب المحصول في 25/11 او في اجازه نص السنه. في الاخر مش هتطلع منه بايه؟ بميعاد. طب انت هترجع امتى؟ هتكلمني امتى بالليل؟ 8/9/11/12 مش هاخد منه ميعاد. طب انت رحت فين النهارده؟ انا النهارده كان عندي مشاوير كتير وقابلت ناس كتير. هم عايز اقول في الاخر ايه؟ بصوا حياتنا كلها عباره عن ايه؟ الغاز. هو هتجوز مين ده؟ هيطلع عينيا، ليه هيطلع عينيا؟ انا مش هعرف اخد معاه حاجه. طب هتكشف عليه امتى؟ هكشف عليه امتى؟ طب بصي انا هكلمك بعد الشغل. طب ما اتكلمش، ما اكلمه. طب استنى اقفلي وانا هكلمك كمان شويه. طب شويه؟ طب بصي انا عندي موضوع معضله، هخلص المعضله وهكلمك. طب يا عم وانا يعني في معضله هكلمك وانا فاضي دلوقتي؟ مش هعرف اوصل معاه لايه؟ لحاجه. المراوغ ده شخصيه متعبه جدا جدا في الجواز. ليه؟ الست زي ما قلنا كده هي بتعوز اهتمام وبتعوز صدق. ما هي الثقه بتيجي منين؟ ان انا اكون صادق، ان انا اوفي بالوعد. ممكن الواحد يبقى ناوي، بص في فرق بين المراوغ واللي بيخلف الوعد فيه. انا ببقى ناوي اعمل بس بيحصل لي ظروف ان انا ما اقدرش ايه؟ ما اقدرش اعمل. خلاص ده انت معذور. تمام؟ لكن المراوغ اصلا من قبل ما تتكلمي هو مش بص، لا تعرفي معاه فلوس ولا ما معاهوش، ولا بيقبض كام ولا ما بيقبضش كام، بياخد حوافز ولا لا، بياخد اجازات ولا لا، عنده ايه ما ولا ما عندوش، ايه اللي بيعمله مع ابوه او امه ما تعرفيش، خلاص؟ بيكلم مين ولا ما بيكلمش مين، مش هيديك عقد نفع في اي حاجه. انت يا بنت هتستعملي حد كده؟ هتعرفي؟ لو تقدري توكلي على الله ربنا يبارك لك. ماشي، ما هو ده دي بقى قدرات. طيب نفترض انا اتجوزت واحد خلاص وطلع ايه؟ طلع مراوغ. دي بقى يا بنتي زي ما قلت لك جودتك انت الشخصيه بتقول لك والله هل انا استمر مع انا؟ طب افرض انا اتجوزت وخلفت بقى. تشوفي بقى ايه؟ انت بتهتمي انت بالجواز. بتهتمي بتربيته.